أيها الحبايب في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في برنامجكم كرة طولك، برنامج يرافقكم أمسية كل يوم أحد وأربعاء بشعار الثلاثية المصداقية والحيادية والنزاهة، من خلال التطرق لكل المواضيع التي تهم الشارع الرياضي بحر كل أسبوع. في هذا العدد مشاهدنا الفاضل ستكون مواضيع عدة ومتعددة سنقف عندها بالتحليل والنقاش رفقة أهل الاختصاص. أبرز العناوين في هذا العدد سيكون لأولمبي أقبو الذي حقق الصعود التاريخي، هو الخامس تواليا، وهذه المرة كان الختام بضمان التأهل والصعود إلى حظيرة الكبار. أولمبي أقبو ضمن المحترف الأول بداية من الموسم المقبل. في موضوع آخر، ترجي مستغانم في قسم الثاني هواة مجموعة وسط غرب، قدم ونصف القدم في حظيرة الكبار هو الآخر بعدما فرض التعادل على المضيف رائد القبة الوصيف أيضا ليكون على بعد خطوة ونصف الخطوة من الصعود وتحقيق الصعود إلى حظيرة الكبار. في المحترف الأول مولودية الجزائر بخطوات ثابتة مثل قائدها نحو تحقيق اللقب مولودية الجزائر بعدما فرض التعادل على اتحاد خنشلة في خنشلة، ليكون المسيرة نحو الأمام لمولودية الجزائر. موضوع آخر مشاهدنا الفاضل دائما سنقف عنده بالتحليل والنقاش رفقة ضيوفنا هنا في البلاطو، سيكون النزوم على المحترفين قبل تربص جوان، المحاربون يوجهون رسائل إيجابية للناخب بيتكوفيتش. وطبعا بعيدا عن هذا وذاك، سنقلب بين الصفحات التاريخ لنقف مع المحارب جمال بالعمري، لكن بعدسة لاغازا ديال سبور التي تروي لنا قصة المحارب بالعمري. كل هذا وغيره بعد فاصل قصير، نتشرف بأن تبقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الفاضل في برنامجكم كرة طولك. دون إطالة، مثل ما تعرفنا على العناوين، دعونا نتعرف أيضا على ضيوفي هنا في البلاطو. دعونا نرحب على يميني برشيد بن طالب ناقد رياضي. مرحبا، أهلا وسهلا بك رشيد. جيت سعيد بتواجدي معك وخاصة مع الزملاء. أيضا نرحب بصاحب منتج سلسلة لاغازا ديال سبور عمر بودي. مرحبا، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا خالد، وشكرا على الاستضافه، بارك الله. شرفنا كثير بالحضور، تحيه موصوله ايضا لك سعيد كناوي. مرحبا، مساء الخير خالد، ومساء الخير الاخوه، وان شاء الله نكونوا في مستوى الحدث ان شاء الله. دائما تشرفوني بالحضور، تحيه موصوله ايضا للاعلامي ياسين معلومي. هلا بك. مساء الخير خالد، شكرا على الاستضافه. ان شاء الله اليوم كش منحوا واسمه العمر بالعمري، باسكو ربما ننظر ياسين عمر بعض الاشياء ما ذكرهاش في ان شاء الله حنتعرفوا على الكواليس ايضا سلسله لاغازا ديال سبور مع المحارب جمال بالعمري. لكن مشاهدينا الفاضل، الان يرفع على مسامعنا اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لعاصمه الجزائر وما جاورها من مدن، فننصت واياكم لصوت الحق. تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من المغفره والاجر والثواب. مرحبا بكم مشاهدينا الفاضل من جديد. اذا دون اطاله سنتحول الى فقرتنا الاولى حدث الويك، ابقوا معنا. حدث الويك مشاهدينا الفاضل سنخصصه في موضوع الأول لمحكمة التحكيم الرياضية طاس، والتي رفضت دعوى الاستعجالية لاتحاد العاصمة بخصوص تجميد نهائي كأس الكاف التي تم تحديده من طرف الهيئة المنظمة للمسابقة. ومحكمة التحكيم الرياضية رفضت دعوى الاستعجالية لاتحاد العاصمة. القضية لم تتوقف هنا، وإنما ستكون أيضا في تفاصيل أخرى، لأنه هذه فيما يخص هذه النقطة، لكن النقطة الأخرى فيما يخص أيضا القميص ونقاط أخرى سيكون للاتحاد العاصمة وأيضا الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيدلي بدلوه، وما زالت القضية متواصلة. ياسين معلومي، ضعنا في صورة ماذا حدث بالضبط فيما يخص رفض الدعوة الاستعجالية. هناك من قال بأنه اتحاد العاصمة انهزم مرة أخرى وخلاص الحكم النهائي، هل هو حقا هو الحكم النهائي أم أنه هذه جزئية وما زالت تفاصيل أخرى؟ لا، هي شوف، هي جزئية خالد، هي نظن أن المعركة القانونية بين المحكمة الرياضية ومثلا واتحاد العاصمة يعني في هذه القضية راح تبدأ رسميا يعني بداية من يوم 17 ماي، يعني التاريخ الذي حددته هذه الهيئة لدراسة كل
معنى جزئيات القضية. جزئيات القضية خالد بلا ما نقولوا لها ونتعبوا المشاهدين وصمت إلى آخره، إلى حد اليوم أن القضية ما زالت سارية المفعول، بدليل أنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني مكلف محامي عنده تجربة كبيرة إلى آخره يعني لدراسة هذه القضية. اليوم القضية خالد راهي عند ناس مختصين. ياسين انت قلت القضية ستبدأ في 17 مايو، لماذا اخترت خالد المعركة انا قلت لك المعركة الحبيبية، انا سميتها المعركة القانونية. لماذا؟ لانه اليوم اتحاد العاصمة اطلب في الدعوة الاستعجالية تأجيل النهائي الذهاب والإياب، يعني بعد لقاء الإياب تكون خلاص، تكون فاز بالكأس الأخير تكون خلاص انتهت القضية، ثم اللي تبدأ القضية الحقيقية. والقضية الحقيقية خالد أي يعني بلا ما نعود نقوله بلي أنه الفيفا تمنع يعني اللعب بشعارات سياسية، بلا ما نعود نقوله الخطوات المقبلة بالنسبة الخطوات المقبلة خالد. اليوم المحكمة الرياضية تدخل في الجزئيات، تدخل في جزئيات القضية مع كل الأطراف. أنا نقول بالك ربما تستدعي المسيرين تاع اتحاد العاصمة، تستدعي المسيرين تاع الطرف الآخر محافظ اللقاء، ربما الحاكم، ربما يعني المحكمة الرياضية يعني ما عندها يعني أي تفريق بين هذا وهذا. المحكمة الرياضية لأنه لماذا خالد؟ لأنه كل العالم اليوم سواء في القارة الإفريقية ولا في العالم كلهم راهم يستنوا في المحكمة رياضية ومنطقيا راح تكون قضايا خالد. لو نشوفوا مثلا المنتخب الوطني النسوي خالد منذ 3 أيام لعب أمام المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي ما لعبش بالخريطة الوهمية، هذا خالد دليل على أنه خالد اليوم أنا متأكد، ومثل ما متأكد والجميع متأكدين أنه هذيك خالد كما يقولوا اندارت بالذمة، كما يقولوا لا هي اندارت بالذمة، وفي تواطؤ من الاتحاد الأفريقي، هذه هي الدلالة. لا لأنه الاتحاد الأفريقي هنا متواطئ خالد، احنا دائما كان قلتها هنا في الأرض أنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم معروف عليه ومتعرف عليه أنه متواطئ مع الجانب المغربي. لا هذا بمنظورنا احنا عارفين أنه متواطئ، لكن بهذه الطريقة أنه ستكون نقطة أخرى تحسب الاتحاد العاصمة، لأنه لما تتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية. عمر بودي معليش نقول لك أنت مناصر اتحاد العاصمة، هذه راك متابع يعني للقضية، إعلامي ومتابع قضية اتحاد العاصمة وأيضا مناصر اتحاد العاصمة، ماذا يمكن أن تقولنا في هذه القضية فيما هو قادم بالنسبة لاتحاد العاصمة، لأنه حتى نبشر خير بالأنصار اتحاد العاصمة. بالضبط أخي خالد، يا حتى نتكلم كرونولوجيا الأحداث، ممكن آخر حدث كان يوم الجمعة بالضبط الساعة 6 مساء كان يجرى لقاء اتحاد العاصمة أمام مولدية البيض في نفس الوقت الشوط الأول. نعم الحق بيان اتحاد العاصمة مفاده رفض الطلب الاستعجالي، حتى نوضح النقطة، ولكن تكلمنا على الجانب السلبي هو رفض الطلب الاستعجالي، ولكن فيه جانب إيجابي كنت تكلم مع مقربين اتحاد العاصمة هو قبول القضية شكلا طبعا. لأن القضية الاتحاد الجزائري قضية، وقضية اتحاد العاصمة يعني الفيدرالية قضية، وقضية اتحاد الجزائري قضية أخرى تم قبولها شكلا. والطلب اللي تقدموا به اتحاد العاصمة من أجل تجميد المنافسة، هو تكلمت مع مقربين من الملف قال كنا ننتظروا أنه يكون جواب سلبي، ولكن رفض الطاس يمكن أن ندعمه في الملف، خاصة أن رد الطاس يعني تكلم على أن الكاف من غير المعقول أنها تجمد منافسة، فيه ديسبونسور، فيه أمور يعني تقنية من غير المعقول طبعا. بالضبط، وخاصة أن الكاف كانت طلبت من الطاس رسميا أنها ما تديرش أن جيجينيك يعني قاضي واحد، طلبت عدة قضات وطلبت أن القضية تأخذ المسرى القانوني العادي، وهذا من حق أي طرف كما نعلمه في الطاس، تقدر أيضا تغير القاضي، تقدر تطلب أمور مثل هذه. اتحاد العاصمة الآن راح تدخل في معركة قانونية، أكيد أن النهائي اليوم بين نهضة بركان والزمالك يجرى في نفس الوقت، ولكن اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري القضية أكبر من أنها تكون نستخلصها في جانب رياضي فقط، هي قضية كبيرة. نفتح قوس مثلا، تخيل أن الوداد البيضاوي في الذكرى 87 من تأسيسه دار قميص هذه الأيام، القميص فيه خريطة وهمية، ولكن باش نشوفوا الثغرة القانونية، لما سألوا عضو مكتب تنفيذي في نادي الوداد البيضاوي، شاهدت مؤخرا مداخلة له، قالوا له هل راح يلعب الوداد البيضاوي منافسة كأس العالم للأندية اللي راهو مختار فيها بالقميص؟ قالوا لا ما نقدرش نقول، لابد نقدموا بطلب، لأنه على باله بلي الفيفا راح ترفض القميص. وهنا يظهر أن طرف الآخر في القضية ممكن راهو يقوم ما نقولش أمور يعني خارجة عن النطاق، ولكن أو يكسب في الوقت من جانب نهضة بركان، من جانب الوداد البيضاوي، وكما تكلم زميلي ياسين
لو كان الخريطة الوهمية حبوا يديروها لماذا ما داروهاش في لقاء أقل من 17 سنة ولاحظنا أن القميص كان خالي من الخريطة الوهمية. طبعا هذه القضية دائما تحسب بالنسبة لاتحاد العاصمة رشيد، بما أنه اليوم اتحاد العاصمة كما قال عمر أنه في القرار كان سلبي من ناحية أنه الرفض، لكن كان إيجابي من حيث أمور أخرى. اليوم كان نقول اتحاد العاصمة اليوم خلاص لا تفكر كثيرا على مستوى الإدارة وعلى مستوى اللاعبين، يفكروا في مع فرقهم عن الناحية الفنية. واليوم القضية بما أن جانب قانوني مع المحامين المكلفين من طرف الإدارة والاتحاد الجزائري لكرة القدم. شوف يا الأخ خالد، لما نتكلم على بداية الملف احنا كنا متخوفين من الكونفدرالية الإفريقية، لأننا نعرف أنه هناك أناس ما يكونونش الاحترام متواجدين في الكونفدرالية الإفريقية ويحوسوا يطيحوا بالمنتخبات الجزائرية بالأندية الجزائرية وحتى المنتخب الجزائري. لكن كان عندنا شويه اسبوار في المحكمه الرياضيه، لانه المحكمه الرياضيه نعرفوها وعودتنا انه القضايا كيما هذه دائما تفصل فيها نهائيا ولصالح نادي او منتخب وبصفه نهائيه وبالقوانين. اليوم اذا كان اليوم الدعوه ترفض في الاستعجال نقول انه كذلك قبل الملف وقبلت القضيه. اليوم انت يا كطاس على مش بنيت القضية باش تفصل فيها نهائيا، لأنه هناك تساؤلات. كاين الناس اللي راهم في المحكمة الرياضية يعرفون ويجدون القانون الرياضي. إذا كنت اليوم انتهي المحكمة الرياضية اختصاص في القضايا الرياضية، وإحنا ما نتكلموش على الخريطة، لأنه الخريطة حنايا كل الجزائريين إحنا ما تعرفوش بهذه الخريطة. حنايا السيادة الوطنية فوق كل شيء، نقدروا نخسروا أي شيء باش تجي انت فوق الارض تاعنا وتفرض علينا الخريطه تاعك او القوانين تاعك، هذا مفروغ فيه. حنايا الجزائر دوله وشعب وانديه ومنتخب، احنا دائما كيف نقولها بالعامه لسنا مهزوزين، لسنا نخسر كل شيء. اذا اليوم الطاس اذا هزت القرار هذا نهائيا ستكون حليفة الكونفدرالية الإفريقية، ونعرفها بأن الطاس ما عندهاش قرار سيادي في أخذ القرارات النهائية. سعيد كناوي، مش ممكن تقولنا في هذه القضية بالنسبة لاتحاد العاصمة، لأنه الأمور ربما ستأخذ وقت على اتحاد العاصمة وعلى أنصاره أن يفتحوا صفحة جديدة ويتركوا الأمور لأهل الاختصاص. شوف أنا أعتقد باللي من أكبر القضايا اللي عرفتها اللي عرفها الطاس اليوم هي القضية انت اتحاد العاصمة. الاتحاد الافريقي في ورطه كبيره، عليه ضغوطات كبيره من عند بدون ما نبقى نعود نفس الكلام. صح المخزن اصبح يعني ضغوطات على لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول، والدليل اول قرار خرج من عند لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول بدون لو 20 افريل وكان بدون سند قانوني. قال غدوه تلعبوا على تاخذ قرار لازم يعني تتروبوز سور دي قوانين، غدوه تلعبوا. الورطه الثانيه، اول مره في تاريخ كره القدم فريق يدخل الملعب مع الحكام الجمهور الملعب الاضواء كل شيء جاهز يخسر فورفي. هذه ما في بلاده، في بلاده خسر فورفي في بلاده، الورك الفريق الثاني في الفيستير في غرفة ملابس ويلعب بقميص ممنوع دوليا ومن لوني ومن لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول ومن اخلاقيات المهنه، من اخلاقيات كره القدم ولا الرياضه. الحاله الثالثه انه اليوم المباراه تلعب، انا جات عادي المباراه كانت راحت تلعب ولكن القضيه ما تحبسش. اتحاد العاصمه اخذ يعني اخذ حقه، ما اخذاش حقه. هذه راح تكون سابقه لجماعة المخزن باش المرة الثانية يعني قبل ما يديروا أي شيء ضد الفرق الجزائرية يحسبوا لها ألف حساب. لعبت بركان بالقميص هذا مع فرق ثانية ومشات الأمور عادي. لما لحقت الجزائر وقفوا لها الناس قانونا، وقفوا لها الناس قانونا. واليوم لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول راها في ورطة والطاس في ورطة ولا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول. بظنيش أنه إذا كان الحق ممكن تندار في الكولسة ما يش في العلن، لان القضيه عند لا كونفدراسيون افريكان ماشي لا فيفا، ولكن كاين ضغوط كبيره على لا كونفدراسيون افريكان وراح يكون فيه قرارات في المستقبل القريب ان شاء الله ضد هذا المجموعه هذا المافيا اللي موجوده في لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول. وهذا طبعا نزيل الجزئيه فقط، انه الاتحاد الجزائري لكره القدم ممثل في رئيس الاتحاد والامين العام راح يتواجدوا هذا الاسبوع نظن 17 ماي كاين المؤتمر الكونغري دو لا فيفا
راح يكونوا متواجدين ثم بمشاركة نظن 211 بلد. اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني أنا نظن بنسبة كبيرة أنه رئيس الاتحاد الجزائري راح يتحدث مع مسؤولين تاع الكاف، يتألي على مسؤولين تاع اسمه الفيفا، لأنه خالد لأنه القضية هذه أخذت أبعاد أخرى. اليوم راهي الفرصة مواتية للاتحاد الجزائري لكرة القدم باش رسالة واسمه يديها. نزيدوا حاجة خالد، لو نعرضوا فقط أنه اليوم حتى في الكونغرس هذا خالد تاع واسمه لفيفا يقولوا أنه اتحاد الكرة الفلسطيني خالد يتقدم بمشروع لمحاسبة إسرائيل. خالد اليوم يعني كرة القدم وليت أكثر منها سياسة، أكثر منها يعني ككرة قدم. نظن اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى في القضية الفلسطينية راح يقدم يعني نقول لك الرأي العام تاع واسمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم والدولة الجزائرية أنه اليوم إحنا مع الشعب الفلسطيني ظالما أو مظلوما، وإحنا مع القضية الصحراوية ومع القضايا العادلة ونمنعوا منعا باتا لأي نادي أو المنتخب المغربي باش يلعب بالخريطة الوهمية، لأنها تتعارض مع قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الفيفا، مع ميثاق الشرف الرياضي واللجنة الأولمبية الدولية. نعم، هذا طبعا لتكون القضية دائما للمتابعة. مشاهدنا الفاضل، بما أنه نتكلم على قضية اتحاد العاصمة، لكن مثل ما جاء في العناوين كان إنجاز تاريخي بحر هذا الأسبوع بالنسبة لفريق من القسم الثاني، هو فريق أولمبي أقبو، هذا الفريق الذي حقق صعوده التاريخي إلى حظيرة الكبار، كيف لا وهو الذي بصم على صعوده الخامس هذه المرة، كان على حساب نادي تلاغمة بعدما فاز عليه بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 26. بهذا الانتصار أولمبي أقبو بعد وصوله إلى النقطة 64 في صدارة الترتيب، كما يعتبر هذا الصعود الخامس تواليا خلال 5 مواسم. أولمبي أقبو الذي تألق وأبدع وحقق الصعود التاريخي، نستمع لبعض التصريحات بعد هذا الإنجاز الكبير لأولمبي أقبو الذي سيكون بداية من الموسم المقبل مع فرق النخبة. ربي وفقنا بأسيرينا لاكسيسيون تاعنا، الحمد لله على الطلعة هذه اللي ما كانت سهلة، وين تعبنا احنا لي جوار، تعبنا بزاف احنا وستاف تكنيك، الحمد لله يا ربي ما خيبناش وتعاوننا عليها، ونشكر الشعب تاعنا تاني ونبارك له هو تاني الصعود تاعه الأول وتاريخي الدرجة الأولى ممتازة، وإن شاء الله مزيد من النجاحات لهذا الفريق، بقات لنا هذه 3 بوان اللي أسيرنا بها، الحمد لله ربي وفقنا. طبعا أولمبي أقبو سعد كناوي إنجاز كبير، الصعود الخامس مباشرة إلى حظيرة النخبة، هل يمكن أن نقول أولمبي أقبو حقق المعجزة أم أنه يكرر السيناريو شبيه بتصوره هو الآخر الذي حقق هذا المشوار الكبير؟ يعني في البطولة الجزائرية لما تكون عندك العائلة رئيس ولاعبين وفكرة ومشروع تنطلق مباشرة وتحقق الصعود اللي كان يحلم به الكثير من الأندية العريقة. شوف، كاين من 99% من الجزائريين بالك ما يعرفوهاش، ياسين معلومة يعرفها 1%. لا يعرفها لان انا عشت هذا درنا انا كنت مدرب مع اكراموف وليستلجا في بني مسوس، فريق صغير افونغارد بني مسوس، ودرنا 5 مرات متتاليه اسم الولايه، لحقنا ان باليه دو لا ناسيونال اون، تصور يعني نادي صغير كونسيكوتيف عام بعام. والسر نفس الشيء، السر كان استقرار اولا الجهاز الاداري تريز امبورطون، لان المدرب بدون جهاز اداري ينسى ينجح في في في, في شغله، الاستقرار في الجهاز الاداري. ثانيا مشروع لعب، لما انت تنطلق في فريق وتمد مشروع لعب وعندك اداريين، عندك مسؤولين في الفريق يصبروا عليك شويه، عارفين باللي راك رايح في الطريق الصحيح، يصبروا عليك والله العظيم غير تمشي كي ترى ما توقفش. وهذا اللي صار لأقبو، انا متاكد انه حافظوا على لوساتير نتاعهم داخل كلاعبين، حافظوا على الاداره كمسؤولين، وحافظوا على استراتيجيه اداره الفريق، يعني مشاو في نفس الطريقه، قال هذه الطريقه بالطريقه هذه اللي تنجحنا ومشاو فيها. وبين قوسين نقول لك هذاك الوقت ما كانوش يشراو لا لي ماتش اللي كان اللي يطلع يطلع واللي ينزل ينزل،
يعني أكيد ما كان حتى سر، السر الوحيد هو العمل والاستقرار والإرادة عند اللاعبين وعند الجهاز الفني وخاصة الجمهور. فريق أقبو اللي تابعت شوية أنا عنده جمهور يعني ممتاز ووقف مع فريقه طيلة السنوات هذه اللي راهم يلعبوا فيها كرة القدم، وهذا مهم ومهم جدا. في ولاية بجاية رشيد عندنا شبيبة بجاية وعندنا مولودية بجاية، تاريخ وعلاقة، لكن هاتي المرة أولمبي أقبو، يعني كرة القدم في بجاية نشطة، كنا نظن أنه مولودية بجاية ستعود أو شبيبة بجاية ستعود، لكن أولمبي أقبو هو الذي صنع التاريخ، ومولودية بجاية وشبيبة بجاية راهم تقريبا في الأقسام السفلى. صحيح الأخ خالد لما تتكلم على لماذا شبيبة بجاية ومولودية بجاية تتكلم على فريقين يعني أثبت وجودهما في البطولة الوطنية، لكن الفرق ما بين هذين الفريقين وفريق أولمبي أقبو لنحييهم يعني نحييهم كشعب وكمناصرين وكمسؤولين ولاعبين يعني على الصعود الخامس والتحاقهم يعني بالنخبة بالقسم الوطني الأول، كما قال لك الشيخ سعيد لابد علينا تكون قراءة جيدة لكيفية الصعود للقسم الوطني الأول. أول شيء هو كان انفيدروت، شكون يديرها؟ هما يديروها المسؤولين العمل الجماعي، لأن العمل الجماعي دائما يكون عنده تكون عنده أوبجكتيف وتكون عنده نتيجة. يخلي ثمرة. أما التسيير الفردي ما تقدرش تقول بلي نقدر ننجح بالفريق هذه. أولمبي أقبو في بداية الموسم، كل بداية الموسم أنا كنت أتتبعه جيدا، رغم أنه تغيير تاع المدرب في بداية الموسم اللي قال لك متأقلمش معنا، بصح ما كانش فوضى، بدلوه جابوا مدرب واحد اخر، كانت الاستمراريه كاروف، كانت الاستمراريه وكانت النتائج، ربما الفريق الوحيد اللي خسر المقابله في الوحيده اللي خسرها يعني في الموسم هذه، خسر مقابلتين في الموسم هذه، تعرف باللي هما باسكو نتكلم مع بعض المسيرين قال لك حنايا الحاجه الاولى اننا ما نخليوش الفريق يروح تكون عنده ديون، حنايا نوفروا له السيوله الماليه، لانه على باله باللي اللاعبين المدرب يحتاج لستاج، يحتاج لباس، يحتاج وهذا يكون سيولة مالية. ما نقدرش أنا ما عندي سيولة مالية ونجي نقول للكوتش يلزمك تلعب لي على البطولة ولا تلعب لي وتدير لي ودير لي دي. اليوم أولمبي أقبو هو في الطريق الصحيح إلى الاحتراف، بغض النظر لو يكون عنده ملعب جديد نستطيع أن نقول باللي أولمبي أقبو سينافس في الأيام القادمة وفي الموسم القادمة الفرق الكبيرة إن شاء الله، هذا ما نتمناه. عمر لما تكلموا على أولمبي أقبو وعندنا نماذج كثيرة من الفرق التي حققت صعود، نتكلموا على مولودية البيض، نتكلموا أيضا على شبيبة الصورة، نتكلموا على مقرة، لكن هذه الاختلافات أنه حقق صعود، لكن نقطة أشار إليها يا رشيد أنه أولمبي أقبو هو طرق أبواب الاحتراف مبكرا، هل هذه دلالة وبشرة خير بالنسبة له حتى يحقق البقاء ويلعب أكثر من موسم في المحترف الأول؟ أكيد زبير خالد، أنا كنت مع زهير مثلا تكلمنا قبل سنتين كانوا في القسم الثالث، قلت له هذا الفريق محترف قبل ما يكون في القسم الأول محترف، يعني هنا نلاحظوا صراحة لما شاهدوا حتى الجانب الإعلامي كيف كانوا يسوقوا صورة الفريق، نظن أن راح يكون أمر مختلف مقارنة بالأندية اللي صعدت ميزانية ممكن ما كانت في المستوى حتى بعد سنة فقط عودوا نزلوا وتشوف مثلا بن عكنون بالضبط. ولكن لما شاهدوا مشوار أولمبي أقبو السنة يعني مشوار بطل 64 نقطة بعيد على المرتبة الثانية ب 15 نقطة وهزيمتين فقط كما تكلم أخي رشيد، يعني صراحة مشوار بطل. مولودية تباتنا ب 49 نقطة، أنا نظن أولمبي أقبو منذ بداية الموسم حتى الهدف تاعه كان معلن الصعود للقسم الأول، يعني ما كانش مفاجأة أو ترك عامل المفاجأة. وأيضا ممكن معلومة نبدوها المشاهدين من أعرق الأندية في الجزائر 1936، يعني أولمبي أقبو 1936 أقدم من عديد الأندية بالضبط، أقدم من عديد الأندية. وأيضا نفتحوا قوس حتى بجاية هذه السنة يعني فيه نادي أقبو آخر للسيدات مثلا ثلاث كؤوس، نحسوا باللي فيه عمل قاعدي على وليس أولمبي أقبو، ليس أولمبي أقبو، ليس أولمبي أقبو، يعني كرة نادي أقبو في أقبو تنشط ياسين بالضبط. شوف خالد، نظن هذا النادي يشبه شوية لشبيبة صورة، يعني يشبه شوية. اليوم كانوا يقولوا خالد في صورة يجول أهل المصري يلعبوا في صورة، قالوها مناصرين قبل ما يقولها قال في 2008 قال نجيب المولودية وسطيف والياسما وجياسكا يجوا يلعبوا عندنا، يجوا يلعبوا. بعدها 2012 قال نجيب الأهلي، 2012 قال باللي نجيب الأهلي المصري يلعب في الصوره، وجاء الاهلي المصري يلعب في الصوره. نظن انه اليوم قبل نهايه البطوله باربع جولات نظن محقق يعني الاهم من جهه، من جهه ثانيه تحس بلي النادي هذا
بدا يفكر في الموسم القادم، لانه انا معلومات تقول باللي بداوا حتى يتصلوا باللاعبين، لانك اليوم بالتعداد اللي عندهم مع احترامنا لكل لاعبين لازم يدعم الى حب من النادي هذا يبقى في المحترف الاول، لازم يدعم التشكيله تاعو. نظن اليوم هما عندهم لا فيزيون، عندهم من فيزيون واسمه القدام ينجموا خالد، خاصه ان مدينه تاعو اسمه بجايه يعني مولوديه بجايه غايب على الساحه، شباب بجايه راهي غايبه على الساحه. نظن النادي هذا هو تحرك سي لو باركور دان شامبيون في 26 مباراه واسمه يعني واش تخسر، خسرت الا لقاءين، حتى في الكاس كان المشوار تاعهم اسمه طويل مع اقصي مع شباب الوزداد بشق الانفس بشق الانفس. انا راح نتكلم على ما يجب على ان يكون بالنسبه لاولمبيا اقبو بدايه من الموسم المقبل، لكن لابس ان نتوقف مع بعض الاجواء التي صنعها الانصار بعد نهايه المباراه لترسيم صعود اولمبيا اقبو لحضره الكبار. التغطيه كانت للزميل بلا زعموش الذي كان حاضرا هناك. Azul Flawan, salam alaikum. De toute façon, ce n'est pas, c'est pas une qualification, c'est une accession. C'est l'Olympique Akbou, c'est l'histoire. L'Olympique Akbou, c'est l'histoire. On est en National 1. C'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve de tous les Akbousiens, de tous les gens de la Wilaya. Le rêve de Nsini s'est réalisé. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué à cette accession. أجل في الأول السلام عليكم مدنينا الحمد لله كل شيء مبروك في لنا مبروك الأكيب دونك الأولمبيك أقبو دونك سي اون اكسيسيون هيستوريك دونك مدنينا الحمد لله دونك لا ميسيون على كل حال نيتي با فاسيل مي غراس او زيفور او ساكريفيس دو توت ان شاكان دونك او برو ميليو جو رميرسي انفينيمون دونك لو بريزيدون كريم تاقا ان هوم دو فالور ان هوم دو برانسيب un homme exemplaire. Alhamdulillah, il a gagné 5 accessions consécutives. C'est un rêve, alhamdulillah, mais je suis en train de faire une fête nationale 1. Et les qualifs, les gars, l'amateur, sur les clés nationale 1. Alhamdulillah, alhamdulillah, à tes sahaïs, les moutakadis, on a validé la somme. On a validé la cabine, on a validé la cabine. On a validé la cabine, on a validé قافل نتو غلا لا كي وي قادرنا قاد نوغل امواد شوفاكي كل ما نولي سنتاتو الشا كوب دافريك اتناوي ذان نخدم كل بوسيبل لي بوسيبل كو امكاني لي دينا فهمت. اليوم نشكر كاع رجال الخفاء الذين قاموا بهذا العمل الجبار، كاع من نشكر رئيس فريق اولمبي اقبو كريم تاخا والمدرب كاروف الذي ساهم في هذا العمل الكبير والجبار، ولا وإن شاء الله نقول كلمة تاعنا في فلاسيونال اون إن شاء الله، وإن شاء الله كلاس وإن شاء الله نتمركزوا في المرتبة الثالثة ولماذا الثانية ولا الأولى، وإن شاء الله العمل. أهداف أنصار أولمبيا أقبو هو اللاعب المراتب الأولى من أجل المشاركة الإفريقية وأيضا قول الكلمة في قسم المحترف الأول، لكن ماذا يجب سعد كناوي لقول الكلمة وتحقيق هذه الأهداف؟ شوف خالد، انا عكس اللي يفكر انه المال والفلوس هما اللي صنعوا الفريق. المال والفلوس مهم مكمل للاعبين، سي اون موتيفاسيون. موتيفاسيون يعني موتيفاسيون زياده، باسكو اللاعب اللي يحترم نفسه، اللاعب اللي يحب كره القدم، اللي يحب الكره، اللي موتيفي في كل المباريات، لانه عنده اسم يدافع عليه، عنده شرف يدافع عليه، عنده مدينه يدافع عليها. لكن اذا غاب الدراهم يبقى تبقى أيوة. خالد تبقى، انا عشنا في كنا نلعب الفوتبال، الناس كانت بكاساتي، لا صح في كاساتي الاخر يشربوا الماء، معليش معليش، لا 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 هو ثم اديتني طريق طريق، لا لا لانه هذه جزئيه مهمه، الا يشربوا الماء الاخر يشربوا الماء. لكن اليوم انت كما يقول ياسين، انا مقوله تاع ياسين بطوله واحد بالفورميلا واحد بده يشوفه تقول لي كيف كيف، صح صعيبه هذا التفكير نتاع، دعمني شويه ياسين، التفكير نتاع تاع اليوم هذا ياسين، ومعاك ياسين وياسين صغير تاع اليوم، لا لا صغير. شوف والله يلي بنى الفريق نتاعو على العمل والله غير يدوم. هادو أقبو يجيبوا ثلاث لاعبين، يعرف المدرب يشوف وين كاين فريمون ان مونك ويقدر يساعد، اما راحوا لا خلطوا في ليكيب يضيعوا خمس سنين تاع خدمه وحده. ثانيا ما يكونش ضغط على الفريق نتاعهم اول موسم، ما يكون الا موسم يفهموه انه تاقلم مع لا بريمير ديفيزيون، الاجواء تاع كذا، يتعلموا بعض الامور في لا جيستيون ويحسنوا من مستواهم، لان شوف مش باسيتي دنا، ولكن ظهر ما نخافوا. وين تجننت تبنات؟ كيفاش طلعت تجننت؟
جابوا كان اموال وجابوا لاعبين ادروات يا غوش هاك 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 الملاير ومن بعد خلصوا الملاير يروحوا وين سوف اللي كانت السنه اللي فاتت مقلبه الدنيا في دوزيام ديفيزيون راه بسبع نقاط اي جو بو سيتي فرق وفرق وفرق دونك السر في البقاء والسر في الدوام والسر في النجاح هو العمل سي لا كاليتي دو ترافاي اللي يقدمها المدرب اولا ويقدموها الطاقم الاداري ثانيا الا كانت هذه موجوده والله الجماهير الجزائريه والشعب الجزائري يعرف كره القدم ويصفق الفرق حتى اذا كانت خصم لما يشوفوا يلعب كره والله غير يصفقوا والله غير يصفقوا احنا كنا مدربين هاو لاعب يعرف هذا الشيء هذا نقول لهم شدوا البريمي كاردور شد البريمي كاردور دور الجمهور على الفريق نتاعك انا راح نسقسي اللاعب هذا اللي هو راشد يقول لك توافق الفكره توافق الفكره الى حد بعيد ولا لا شوف الشيخ نوافقوا تقدر تقول 70% لكن صحيح. اليوم المعطيات في الماضي صحيح. وفي المستقبل اصبحت صحيح. تختلف كليا لماذا لانه اليوم الشيخ يحكم فريق انت ما تكونش عنده الاموال وين يدير ستاج بكري ما كانوش لي ستاج يخرجوا لاوروب يخرجوا لتونس البلدان المجاوره باش يديروا التحضير بكري كنا نديروا التحضير هنا في الجزائر ما طلبلكش اموال كبيره لي بريم دو ماتش كانت 100000 200000 ما عليناش دوك الاحتراف يتطلب اموال لماذا لانه المدرب اذا ما كانش المال ما يقدرش يخدم بإريحية ونزيد لك حاجه الاخ ياسين اليوم اكبر الانديه اللي حبت تنال البطوله وعلى غيرها مولوديه العاصمه شباب الوزداد وفاق سطيف شباب القبائل وكل داروا دراسات وعرفوا باللي الجانب المادي مهم لانه الشيخ صحيح او يهضر لك على لي كاليتي تاع لي جوار في وقت خليني نعطيك هذه بين المزدوجات لقاء بالامس ما نقول لك لا المحترف الاول ولا المحترف الثاني تعادل سوى 50 مليون نادي مد للاعبين تاعو 50 مليون باش جابوا تعادل دونك هو هذا صح اللاعب لي كاليتي يعني كاع الشيخ دراهم لم يهضروا عليه ماشي دراهم هذو خالد هما يهضروا على لي بريم ويهضروا انا نهضروا على 50 مليون خالد 50 مليون معناها الشيخ رشيد قال لك الاريحيه ياسين تاع المدربين هاد المدربين اللي راهم في الاريحيه يدوا 500 ويدوا 400 ويدوا 600 ما قدروش يمدوا لنا لاعب واحد للمنتخب لماذا هذا نقول لك شيخ لانه المدرب هذا وين عمله شخص... لانه المدرب ما عنده شخصيه نقول لك لا ما عنده شخصيه المدرب هو اللي يقوم بالانتدابات كيف انت يا مسؤول مدير رياضي ولا رئيس نادي تجيب لي انت يا اللي جوار تقول لي سني لهم واش من معطيات انت تعب اللي تفسر لي بلي هذا اللاعب يقدر هذه كاع في الانديه يا رشيد حنا اليوم يا اخي ياسين هو شوف يا شيخ انت تكلمت على شيء مليح انت تقول اعطيت لي زيكزامبل تاع جنات وعطيت بالفرق اللي طلعت القسم الوطني الاول هبطت لماذا لانه التسيير انا قلت لك شيخ جامعي يخليك ديما تعمل باريحيه كل واحد في بلاصته اذا كان فريق كامل يسير فيه رئيس نادي ويقول لك انت انت تجي وانت دير وانت ما يقدرش ينجح حنا اكثر الانديه لما يشوف المال داخله يولي يسير وحده كي يحتاج دراهم من يروح يروح لفلان وفلتان نجيبه اليوم اذا حنايا لا كنا لانه انا اليوم نمد باقبو لا نمد ليكزومبل باقبو اقبو كل واحد يعرف المضرب تاعو كل واحد يعرف كيفاه يمشي مع الفريق اللي يمشي مع الفريق يمشي اللي يروح يجيب سبونسور يجيب اللي يتفرج ورئيس النادي الاكماليه كامل تولي ليه هو اللي هز ديسيزيون فينال وفاق سطيف كيفاه نجح كانت الناس ما تعرفوش ربما يقول لك حسن حمار واحد لكن كانوا رجال من وراءه كون نسمي ورقة تاع الرجال اللي كانوا من وراءه كان واحد اللي حكم ليكستيريا كان واحد اللي يمشي مع كوب دافري كان واحد في البطولة اللي جينا لزير الناس انضمت وشنهي على رغم انه كان عز الدين عرب وانا ذاك هو الرئيس حسن حمار كان يعطي له لا ديسيجن باسكو على باله باللي هو الرجل الاقوى في وفاق سطيف دون نسيان عن النكران تاع سرار عبد الحكيم وين كان يعتبر هو الرقم الواحد في التخطيط لانه عبد الحكيم سرار تحبه ولا نكرهه يعرف يخطط مليح لكن هناك اشياء باش تنال الالقاب وعلى غير المثال اليوم انا نشوفه في مولوديه العاصمه لو ما بدلوش الاستراتيجيه في العوام اللي فاتت لم يقدرش يديروا بطوله طبعا هذا فيما يخص اولمبي يقبل يقول مبروك لكن في الجهه المقابله في مجموعه وسط غرب تقريبا ترجي مستغانم وضع قدم ونصف القدم بعدما فرض التعادل على رائد القبه الوصيف في مباراه كانت كبيره بالنسبه لترجي مستغانم مع فارق النقاط كان 5 نقاط بين الفريقين رائد القبه كان يبحث عن تقليص الفريق عندما يستضيف ترجي مستغانم لكن الاخير عرف كيف يتفاوض هذه المباراه التي لعبت في ملعب بن حداد بالقبه ترجي مستغانم عمر بودي نقول حق الاهم مع المدرب بندريس اللي كان مدرب سابق لرائد القبة
يعني رجع الاعتبار لذاته بعد ما مثل ما قال الكثير انه نكران الجميل بالنسبه لبديش بعد ما تم ابعاده من رائد القبه. اكيد كانت مقابله بست نقاط، رائد القبه كان لابد عليه يفوز من اجل يعني تبقى له حظوظ حتى يصعد. نظن ان تكلمت على رضا مدريز صراحه بدا الموسم مع رائد القبه وكان يعني حتى الفريق كان يفوز، الا الخساره كانت في لقاء الكاس مع نادي اقبو اذا ما خاطنيش 3-0 مع اقبو، ولكن شاهدوا الامس ترجي مستغانم لما لعب يعني صراحه لعبوا لعبهم ما ركنوش كثير الدفاع، كانوا حتى قادرين يسجلوا. انا نظن ترجي مستغانم بهذا النتيجه التعادل قطع خطوه كبيره نحو الصعود. انا قلت خطوه ونص، انت زدتهاش خطوه ونص، لان عندهم تنقل اكيد صعب لامل الاربعاء، ولكن نظن ان 5 نقاط فارق مريح. في مقابل حتى لو نتكلموا على ترجي مستغانم قبل نروح رائد القبه، 63 نقطه يعني هزيمه واحده مقارنه بين تكلمنا عقب هزيمتين، هزيمه واحده. ما نظنش انا ترجي مستغانم وكما يسموهم الحواته ما مش حابين يعاودوا نفس السيناريو الموسم الفارط. شوف خالد، في البطوله تاعنا باش نكونوا منطقيين ونجيبوا، لو يجي المان سيتي وليفربول يلعبوا دوكا لي كاجوني ترجي مستغانم يطلع. كره القدم باينه هنا في الجزائر خالد. كيفاش باينه؟ اه هذه هنايا واش عليه؟ صعب. لا 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 لا، النتائج اللي حقها خالد من ديجار وصريضه بنتريس. انا قلت لك تجي من سيتي والاخر كيفاش ما يجيبوش خالد؟ خلاص واش بقاو خالد؟ كاجوني خالد خلاص نطلقوا خلاص. ايه بون 4-5 جوني خلاص خالد. ان منطقيا ترجي مستغانم في المحترف الاول ما نظنش يعني جو عند لي بريتوندون لو دوزيام هنا في القبه. وكان حاجه نقولوها خالد، انصار القبه كانوا رياضيين، اللاعبين كانوا رياضيين خالد، صفقوا على اللاعبين خمسوا معاهم بندريس اون فان دو بارتي دخل عند لي جوار تاع القبه روح رياضيه عاليه تحكين في المستوى السيد اسمه قاموحي يعني لقاء في المستوى. انا نظن شاهدوا بعض الصور من اللقاء، وحتى كان لاعب ايضا سيد علي يحيى شريف الذي كان يذرف الدموع بعد ما ضيع تقريبا نقولوا الصعود رسميا خالد. هما شوف هما حتى اللاعبين خالد لو تهضر مع اللاعبين يقول احنا ضيعنا الصعود وتاع جيمس صغان في المحترفه ذهنيا واضح خلاص خالد. اليوم ذهنيا انت يا افيك لو بريتوندون ويجي لاب عندك انت ما نجمش تربحوا. ويقولوا خالد في اللقاء حتى الترجي ضيع فرصتين واسمه التسجيله واسمه فرصه. انا نظن حتى ترجي مستغانم خالد. شوف البطوله تاعنا نعرفوها خالد، اللي بدا الموسم مليح ما تنساوش حاجه خالد. هنا في الاستوديو الموسم الماضي جانا رئيس الفريق وقال لك ضيعنا الصعود، قال لك راح نزيدوا نخدموا الموسم القادم باش نصعدوا. انت انا نظن حتى هما خالد يسحقوا الاخر ما كانت تاعهم في المحترف الاول خالد. ترجي مستغانم وبالنسبه لرائد القبه نقولوا حظ موفق لرائد القبه فيما القبه ما تنساش انه اليوم عندهم فريق القبه، ما لازمش يكون فيه الياس لان كونوا فريق واليوم راهم عندهم اون ايكيب كومبيتيتيف اللي تنافس وعندها مستوى ماهوش السنه هذه في تاريخ اسمح لي في تاريخ نادي يعني عام ولا عامين ولا 3 سنوات سيريان ديتو لما هوش السنه هذه. السنه الجايه ان شاء الله القبه هو 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 حتى يكونوا يعني منصفين ويقولوا لرائد القبه قدم مشوار بطل، لانه رائد القبه الموسم الفارض يعني كان يلعب على السقوط وحقق البقاء بصعوبه. في الموسم هذا تلعب ورقه السعود امر صعيب، يعني هذا المشوار هو مشوار بطل يكون فيه استمراريه وياخذوا كما قال لك اخوتي قالوا تكلموا عليها يا اخي في دون لو شوا في اختيار الوقت ماهوش بالسهل تنحي انت مدرب مدرب دار 4 مباريات 5 مباريات راها بدايه ويعرف صعود. احنا في منهجيه التدريب يقول لك بدايه الموسم الفريق ما يقدر يبدا يمشي اسولر الا في المباراه الخامسه او السادسه. أيوة. كيف انت المباراه الرابعه تنحيه خلي المباراه الثانيه انا هذه جزئيه فقط جزئيه قبل ما اروح عليها صح تفضل ياسين جزئيه. انا نظن رائد القبه يعيش ازمه ماليه خانقه من جهه ثانيه خالد. حتى نظن بلدية القبة ما عاونوش النادي. أنا نعطيك معلومة إنه هذه الإدارة راح جابت دولة طوى سبونسور، ما خلوهمش البلدية ما خلتهمش يديروا لي بانو في ستاد خالد، ما خلوهمش يديروا لي بانو في ستاد. حتى أنا نظن يعني حتى اللاعبين ورئيس الفريق يعني نظن كان يحس باللي ما كاش نسوتيا من الله، ما كاش الناس عم يعاونوا فيه. اليوم خاصة لما أنت تلعب الصعود مع أندية مثلا تاع جيمس غانم ولا أقبو ولا أي نادي، أنت صح عندك لاعبين تنجم واسمو تصعد، ولكن كاين بعض الجزئيات أنا نظن تاع جيمس غانم تفوق على رائد القبة. تفوق رائد القبة حاجة نزيدو خالد فقط اللي هي شريف خالد أسوناج يعني المستوى اللي هو يدير فيه واسمو في رعد واسمو القبة والله العظيم غير صح ربما باختصار اخي ياسين في كل شيء كان ايجابيات وسلبيات. الشيء الايجابي اللي ما تكلمش عليه السلبيات في الفريقين انه فريق العام اللي فات في اخر مقابله
ضيع الصعود ترجي مستغانم ولا دار يعني استجد العافيه تاعو ولا طلع في الموسم هذا، رائد القبه انت تكلمت عليه وقلت كان مهدد بالسقوط ومن بعدها ولا النفس تاعو، واليوم شفنا باللي رائد القبه، رائد القبه اللي ولفنا انه يلعب استرجع الانصار تاعو، شفنا باللي رئيس النادي واقف على الكيب تاعو، ما شفناش باللي رائد القبه اللي كان يتخبط في المشاكل. اليوم اذا كنا من المنبر هذا حنايا رائد القبه هذا فريق في الجزائر وحنا نحبوه، نحبوه مثل الانديه الجزائريه. اذا كان كما قال لك الاخ ياسين الدعم للرئيس اللي راه يعمل بايجابيات لرائد القبه، واللي ما لا ان شاء الله نشوفوا الموسم القادم. لا نروحوا الفاصل. لا لا ياسين نروحوا الفاصل. انا قبل الفاصل وبعد الفاصل راح نسمعوا ايضا الى التصريح للمدرب رضا بندريس الذي تحدث عن نقطه بعد ما كنت تكلمت معنا في الاسبوع قبل الماضي، حتى يكون له مداخله قال لي لا ما تكلمش، لكن مع زميلنا صهيب العقود تحدث مع التجربة التي كانت له مع رائد القبة، لكن بعد فاصل قصير بقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الفاضل في الجزء الثاني من برنامجكم كرة طول. كنا نتحدث قبل الفاصل عن مباراة رائد القبة وترجي مستغانم، هذا الأخير الذي وضع خطوة ونصف الخطوة في المحترف الأول، لكن مدربه رضا بندريس الذي كان يرفض التصريح فيما يخص رحيله عن رائد القبة هذه المرة مع زميل صهيب العقون عاد إلى هذه النقطة وقال بأنه ترك المكان نظيف. تفاصيل أخرى نتابعها في هذا التصريح. والله صراحة انتابني واحد شعور غريب لأني كنت في الفريق هذا. العموم المشوار تاعي اللي قضيته في فريق القبة الحمد لله كان أنا جد راضي به، نتشرف كثير بالمشوار تاعي بأني كنت مدرب في فريق القبة، فريق كبير عريق بالأنصار تاعه باللاعبين الكبار اللي مروا عليه، هذا كان لي شرف. الآن راني في فريق آخر، فريق آخر اللي يلعب الصعود، الحمد لله قدرنا نديروا نتيجة إيجابية اليوم في ملعبهم، هذا شرف لي وهذا فرحة لي أنا لأنني رديت على بعض الأفواه اللي كانت ربما قاسني شوية، ما حبيتش نردي عليها في المنصات تاع الصحافة، لكن الحمد لله الرد تاعنا كان في الميدان الحمد لله. مازال إن شاء الله احنا مازال مشوار، مازلنا ما طلعناش، مازال 5 مقابلات إن شاء الله 4 مقابلات مصيرية نكملوها بنفس المواجهة. للأمانة أنا كنت كذبت معه، قال أنه سعيد كذب وقال ما يشحب نتكلم، لكن كما قال هو رديت فوق أرضية الميدان، رد الاعتبار لشخصه أمام المشككين في قدراته وأنه لم يقدم ما عليه في رائد القبة. شوف كرة القدم كل مرة نقولها على كل حال، واحد زائد واحد لا موش يعني بالضرورة اثنين، ما هيش علوم دقيقة. المدرب متحفظ وأنا نحترم المدرب اللي يحترم الشغل نتاعه، هو يدير حساباته. كاين ناس يروحوا للفوري ويقول لك عندي فريق وانا طلع كذا ونطلع وندير وكذا، ما يعرفش بلي راه يدير المشاكل لعمره. انت سالته باقي له، كان باقي له 5 مباريات، ما زالت له مباراه القبه، متحفظ شوفوا يبقى انا في مكانه نبقى متحفظ حتى نضمنها، نضمنها 100% لان مباراه كره قدم داخل الميدان داخل الملعب. نظن تشوف المدرب كيف نحييه على كل حال، انسان تعب انسان خدم سيل يعني هذه سيل فروي دان ترافاي نتاع عمل شاق، كلكو سوا الكلام اللي يتقال يمين ويسار، ولكن فريق مستغنم، فريق كبير عنده تاريخ، عنده مركب يعني رياضي بأتم معنى الكلمه، ولايه عنده امكانيات ويستهل يكون بارمي لي غران. ما ننساوش باللي مستغنم في الستينات لعب لا فينال دو كوب دالجيري، يعني باش نقول باللي كان يعني في طليعة الفرق الجزائرية ما بعد الاستقلال، يعني نبارك له أنا من هذا المنبر، نبارك له ونقول بارك الله فيكم وشرفتوا ولايتكم، وإن شاء الله السنة الجاية تكونوا في المستوى المطلوب إن شاء الله. هذا ما أتمنى بالنسبة لكل الفرق الجزائرية. مشاهدينا الأفاضل دون إطالة روحوا إلى فقرة دروة أوبيت. فقرة دروة أوبيت خصصناها لموضوعين، الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي السوفي يوجه أصابع الاتهام للآمن العام، الإجابة مع ضيوفي لكن بعد ما نستمع للتصريح. أه
بالنسبة لوضعية الفريق، نظن العام والخاص كل الناس كل راي على بالها الوضعية اللي عانين فيها الفريق من الأمور المادية ولا الأمور كما نقولوا الإدارية اللي صرات من فوق يدنا كما نقولوا، كانت منها الواحد الإجازات تاع اللاعبين حكينا فيها من قبل. نورمالمون بربي إن شاء الله رانا قدمنا شكوى للمحكمة المختصة في الرياضة على جال الأمر هذا، بيسكو رانا اكتشفنا ثغرات كبيرة صرات في الفريق. وتعلم الإدارة الاتحاد الرياضي السوفي بقيادة السيد يوسف الصخري أنها مستاء جدا من الظلم والمباشر والغير مباشر من الأمين العام الاتحادي السيد بوزناد نادير الذي كان وراء ما حصل وما سيحصل الأيام القادمة، ومن وراء هذه التصرفات سيكشفها إن شاء الله الوقت في الوقت إن شاء الله. وكما نؤكد أن هذه السياسة ستضر كثيرا بالكرة الجزائرية. ماذا يقصد من كلامه رشيد؟ هذا شكون خالد حبيت تسكت؟ نائب رئيس الفريق عتوسي. مش شوف احنا خالد احنا ولفونا يعني بعض الرؤساء او الناطق الرسمي ولما يتكلموا يكون في حاله نرفزه، لكن اليوم نشوفوه باللي هو راه يهدر بكل اريحيه ويهدر بالدليل. كان يقرا من الورقه، كان يهدر بالدليل. اذا قال لك اليوم انا رحت للمحكمه صافي عنده دليل، لان المحكمه اليوم ما تقدرش تلعب امورات كيما هذه. واش من المحكمه بتفهم رياضيه؟ قال لك محكمه رياضيه. على اي مستوى المحكمه؟ المحكمه الرياضيه مستوى الاتحاديه هنا المحكمة الرياضية في الجزائر. أصابع الاتهام موجهة مباشرة للأمين العام للاتحاد الجزائري. أنا قلت لك واش قلت لك يا خالد؟ قلت لك كاينين ناس كيهضروا بعد نهاية البطولة وبعد نهاية المقابلة يهضر بنرفزة، لكن اليوم هذا الإنسان شفنا يهضر بإريحية وبثقة كبيرة وتامة. إذا كان اليوم هو عنده الدليل الرسمي، احنا ما نقدروش نشوفوا الدليل لأنه ما عطاناش الدليل واش كاين بينه وبين نادير بوزناد. إذا كان اليوم نعني وتشوف الفريق هذا اللي تحقر بسبب هذه النقاط اللي يتكلم عليها، نقاط الظلم ونقاط الثغرات وكلش، اليوم احنا نطالبوا يعني من الاتحاديه او من المحكمه الرياضيه انها تطبق القانون ولو على المسؤول الاول على الاتحاديه، لانه اليوم ما نقدروش احنا نروحوا بنين حاجه تبنيها في موسم يجي واحد يحطمها لك. اليوم صحيح اننا اليوم انا ماني مع واتشوف تاع واتشوف ماني مع بوزناد، لكن احنا اليوم مع الحقيقة. إذا ظهرت الحقيقة تصريح كما هذا لا يجب أن يمر مرور الكرام. صحيح لما قال هو على بالدليل الأطراف أنت تحاسب يا بوزناد يا هذا يا هذا عتوسي. إذا كان الكلام بغير دليل لازم عليه يتحاسب، وإذا كان يهضر بالدليل وبوزناد يعني أثر في المشكلة هذا لابد على الدولة الجزائرية أو الاتحاد الجزائري أن تأخذ يعني هذه القضية بعين الاعتبار وتعطي كل واحد حقه وتجازي كل اللي تسبب في هذه الأشياء. لكن رشيد خلينا بك نحطوا النقاط على الحروف كما يقولوا. اولا البطوله المحترفه بقاو لها شحال على الجوله 25 استرجعوا خمس جولات، ولا لماذا في هذا الوقت اسمه بالذات؟ وحده اثنين، لو انا تمنيت لو الزملاء يكونوا في اللي كانوا موجودين صحفيين كانوا على الاقل يسالوه واش من المقصود بالثغرات القانونيه. الاولى هذه اتهامات مباشره الى الامين العام للاتحاد الجزائري لكره القدم. بس انا اذكر انه اتحاد سوف او سوف لم يتلقى الاجازه تاعه، هذه قضيته هو. هذه القضية هذه لم يتلقى الإجازات معناها لم يتلقى الإجازات في وقتها خالد في وقتها. اليوم النادي منطقيا هو نزل إلى القسم الثاني. أنا حبيت أروحكم إلى نقطة. بعض المعلومات وبعض المصادر من اتحاد السوفي أشارت لي إلى نقطة أنه عتوسي هو قال أنه نائب رئيس، لكن بعض المعلومات قالت لي ما عندوش منصب محدد، يعني هو ليس نائب رئيس وليس ناطق رسمي. خالد ما كانش هو المهم خالد، لو الواحد اللي يجي يتكلم على الاقل يكون موجود رسميا في الوثيقه. انا هذه المعلومه اللي عندي غير موجود في الوثيقه، هذا امر عادي. اذا كان موجود، شوف اذا كان موجود ها هو عادي يستدعيوه يعاقبوه، لان نظن الرئيس راه معاقب. واذا كان مش موجود نسي طري غراف، معناها اي واحد اليوم يجي واسمه يهضر اذا تاكدت واسمه هو تعقل. هو المعلومه اللي بحوزتي انه لما كان في النادي الهاوي عمر انه كان بصفه مناجير، لكن ليس له صفه رسميه مع نادي الهاوي، اليوم مع نادي محترف ايضا. لكن هذه المعلومات الى حد يعني هو جاء يعني هو جاب ورقه الطريق يمد معلومه بالضبط. مد معلومه ضد نسينا
بصح حنا نعرفوا في الندوه الصحفيه بانه الانسان اللي يكون متواجد في الندوه الصحفيه يكون رسمي شير. رسمي كما قلت انت اذا كان شير. هذا الناس تقول بلي غير رسمي كيف يحق للصحافه انها دير له ندوه صحفيه؟ لا الصحافه ما عندها ما عندها لا 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 الصحافه هو يدخل على اساس رسمي الكوميونيكاسيون تاع الواتس يجي واحد يجي واحد في كونفرنس دو بريس صحافه موجوده اليوم هذا مثلا هذا التصريح او الحق للعالم كله مش واسمو زمان ما كانش وسائل التواصل ولا اليوم هذا وصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسرعه لازم يشوفوا هذا الشكوى يفتحوا تحقيق ويستدعيوا الناس قال اعطينا واسمو لي بريف اللي عندك هذا هو الكلام هذا هو الكلام احنا ما نبقاوش ندوروا آه الله يسهل الله يسهل هذا واش يكون ما يكونش هذا السيد جاب كما قال لك رشيد جاب دليل قال كذا ومشيت للمحكمه وباش تمشي للمحكمه يلزم لك ادله سينو راه تدور عليك الحكايه وحنا رانا نشوفوا عايشين في الجزائر وعايشين في كره القدم وانا شايفين باللي فيه ثغرات شامبيون ما تعرفش انت في المجال في البروغراماسيون يا دي بروبليم في المجال التحكيم كاين مشاكل كاين كثير مشاكل في البطوله الوطنيه ولكن الثغرات سعيد هو يهضر على الثغرات القانونيه لا لا المحكمه الرياضيه ويحكي على المحكمه الرياضيه مش اخطاء تحكيميه ولا كذا لا 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 شوف هو بدا هو قال لك نادر بوزناد هو امين العام بلا سيتي اسم الرجل والصفه واستعمل استعمل المصطلح قال الظلم مباشر وغير مباشر أيوه. هذه اللي تقدر هذه راه كلام خطير خطير جدا خطير جدا ان شاء الله هذه القضيه تكون للمتابعه في موضوع اخر في فقره دروبيت قبل تربص جوان بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري المحاربون يواجهون رساله تطمين لبيتكوفيتش على غرار فارس شيبي الذي تالق هذا الموسم مع ناديه انتراخت فرانكفورت الالماني ايضا بالنسبه لاسماعيل بن ناصر شارك مع فريق وايضا بشاره القياده وفي قميصه اسم الوالده وحتى بالنسبه عمورة ايضا كان توج باللقب في الدوري صح الحاجه المهمه فقط اسمح لي الحاجه المهمه خالد اللي لازم يصير معلومه اليوم عمر شوف لا لا عمر مسهل عنده شهاده لا 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 الحاجه المهمه معلومه خالد انه نظن انه الفريق الوطني راح يدخل في تربص في اقرب وقت ممكن جوان لانه نظن البطولات الفرنسيه راح تنتهي اغلب البطولات راح تنتهي ما يخلوش اللاعبين يروحوا نظن راح يستدعيهم نظن بدايه من 2022 يبداو في التربص لانه انت ما تنجمش تخلي اللاعبين بعد نهايه الموسم تخليهم يروحوا بعد يعاودوا يقولوا الى اخره نظن التربص راح يبدا في الاخر انت اليوم كمل السؤال ايوه تفضل عمر تكلمت على اسماعيل بن ناصر اللي خاصه قبل هذه الجوله كان يعني كان في حديث على أن ممكن فقد مكانته لياسين عدلي ولكن ظن أحسن رد كان أمس قائد فريق حمل اسم بن سحنون اللي هي لقب الوالدة تاعو بمناسبة عيد الأم في إيطاليا أنا نظن سجل هدف ومرر تمريرة حاسمة اسماعيل بن ناصر عاد بقوة خاصة وشرط قيادة بالضبط شرط قيادة ثلاثة وكان يعني أخذ أحسن تنقيط في المقابلة فيما يخص عمورة أيضا كأس بلجيكا وأيضا أمس الاتحاد الأوروبي اليوفا كان دار ما قال وتكلم عليه وخاصة أنه تكلموا على ممكن أن عمورة يكون ليفربول أنا نظن أن عمورة ما حرقش المراحل راح لوغانو سويسري الآن مع سان جولواز يعني مشى إيطاب على إيطاب زيد أيتنوري يعني لا أيتنوري هذاك أيتنوري في الشروق قلت سيكون تحت رادار ريال مدريد مصادركم يا ياسين لأنه خالد أيوة. فيرلو مندي ممكن أنا طيب مصادركم مندي هذا من جهة أسكت ياسين لا 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 مسكت أنا أنا شوف مش متجاوب مندي من جهة ثانية خالد اللاعب في اوروبا لما المناجير تاعو المناجير لما يكون عندك مانداس المناجير تاعك اللي كان اللي عنده احسن اللاعبين في اوروبا كان كريستيانو رونالدو خلاص قول رونالدو بعد خلاص تكفي لا لا كي تقول رونالدو لمده 10 سنوات خلاص مش عام يعني اغلب اللاعبين خالد هو المناجير تاعو منذ واسمه عنده بزاف هو المناجير تاعو بامكانه خالد ان يقترحوا لاي نادي خاصه انه العلاقه تاعو ما احسن رؤساء يعني في اوروبا اسمه كبير خالد ياسين والشيء الجميل شيء الجميل وخاصه لما تكلمت انت على الثنائي عمورة شيبي عرفناه باللي استرجع الامكانيات تاعو خاصه بعد مرور مرحله الفراغ بعد النكسه تاع كاس افريقيا هو مسكين كادو نكسه الاقصاء ونكسه عدم المشاركه في المباراه لانه شوف يعني لما يعني لاعب كبير يطيح في انديه كبيره صح الاسترجاع من الناحيه الذهنيه على بالهم باللي هما داروا له ان كوستال قوى باللي هذا السيد في الكوب دافريك بريمير ماتش 100 جوار بعد ما لعبش مره قال لك هذا مونطال وزيد ان ناصري في ميلو اسي كان راح يتم الاستغناء عنه بعد التدخل بالنصر بعد التدخل تاع احد المسؤولين في نادي ميلان اليوم احنا هنا فرحوا له انه سجل الهدف
وطريقه يعني اللي يلعب فيها والاداء تاعو، نتمنى لهم يعني مشوار كبير لانهم هذو راهم يمثلوا البلد تاعنا، ونفرح لهم لما يعني يكونوا يلعبوا دي تيتيلار في ليكيب لي زيكيب تاعهم، راح يمدوا يعني حاجه جميله بالنسبه لهم. معلومه اخرى انه الصحافه السعوديه تحدثت في الايام الاخيره حول احتمال تنقل عدد كبير من اللاعبين الى الدوري السعودي، تحدثوا عيسى مندي، تحدثوا على بن ناصر، تحدثوا على عيسى مندي، تحدثوا على عواد، تحدثوا على يعني عدد من اللاعبين ممكن جدا يروحوا الدوري يعني في السعوديه. ولكن نظن خالد اللي حب المشوار تاعو يعني يبقى على الاقل يبقى في اوروبا لسنوات، ولو انه السعوديه اليوم تطورت نوعا ما. خالد اليوم معلومه اخيره كانت اليوم واسمه العشيه خالد، في النادي السعودي يعني قدم مبلغ خيالي 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 لمبابي. مبابي مع نهايه اليوم اخر لقاء سليماني باك ما حبش يستسلم للبطوله. سليماني ما حبش يستسلم وده صبري راه حاسم اليوم قاعد بروفيسيونال. خالد احنا نتكلموا على اللاعبين الجزائريين تاعنا، بينسير نفرحوا لهم لما يتنقل من نادي كبير الى نادي كبير، تبقى ما نخرجوش على الهدف المسطر. الهدف المسطر هو ليكيب ناسيونال، انا يلعب ان شاء الله في البايرن ميونخ ولا يلعب في ريال مدريد. انا لما الربع سنين الاخيره هذه دقنا المر افيك دي جوار اللي يلعبوا في الاوروب، افيك جوار اللي يلعب بارمي من احسن الفرق في العالم اللي مانشستر سيتي، ولكن المردود نتاعهم في المنتخب الجزائري غير. افريقيا مش اوروبا، الاجواء تختلف، الادفيرساري يختلف، الكولسه تختلف، كل شيء يختلف. احنا نحتاج لاعبين على هذه اللي كل مره انا هذول الفكر نتاعي وما يتنحش منا كنا نبقى وحدي. لازم نفكروا في سعد الفكره تاعو يموت. فكر سليم. رفع مستوى رفع المستوى نتاع اللاعب المحلي في الجزائر بار اون بون جيستيون اون بون فورماسيون او نيفو دي جون. لازم نعاودوا نمشوا في نفس السياق باش نديروا التوازن. لان كان بلومي وعصاد وماجر كانوا دايرين توازن. ما تنسوش باللي ماروك انا اعطيني بالمعيار الحالي بهذه الخرجات التي يقوم بها الناخب بيتكوفيتش للانديه المحترف الاول، هل هي بادره خير ام انه فقط ذره مد الاعين؟ هذه شوف انا تعرف الاخر نتاعي انا هذه ما نتبشرش فيها بالخير. علاه يا نقول لك علاش؟ انا نقول لك علاش. انا قلت لاعب المحله هاني جاي خويا يروح يدور في اوروبا هنايا راح المغرب هاني جاي خويا خالد هاني استنى لو سول بريزيدون الرئيس الوحيد الله يرحمه رشيد حرايق جا لا فيدراسيون الجزائريه دو فوتبول قبل الاغتيال نتاعو الى دوني اون في دو روت ب 51 نقطه. ايوا ندير هذه وهذه 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 وهذه. الجزائريين كلهم عارفين رشيد حرايق واش كان راح يبني للكره الجزائريه. اليوم رانا عايشين في ظلام. انا هذا بيتكوفيتش ما شاء الله ومرحبا به في الجزائر ونحبوا الضيف ونكرموا الضيف، ولكن اخيرا بدينا نقدسوا على التقديس. لا اللي درناه مع المدرب اللي فات وربينا فرعون. اليوم لا جاء هذا السيد جاء تفاوضوا معاه داروا معاه كونترا ادى حقه خلاص. اليوم يبدا التدريب يجيب لاعبين يورينا البرنامج نتاعو البرنامج ولينا في البرنوس يا سعيد واللي قدم له العود يا سعيد نعلو بليس سعيد لا لا خويا اسمع ماشي مشكل سعيد تضحكوا علينا سي واش عليه جاي يخدم شرف جاي يخدم في الجزائر ما نبداوش نقدسوا في الراجل. الراجل جاي يخدم ما جاش للبرنوس وما جاش ندخلوا في متاهه يا سعيد احنا اهل الكرم والجود. دوك سيد الى عنده برنامج وعطاو له برنوس هاي مليحه بصح الى ما جاش ما عطاولوش عطينا البرنامج البرنامج دوك الى قلت لي هذه زياره اوليه مع الانديه كاش اوليه في الفوتبول بدات تخدم تكل على الله. الراجل دو ماتش نحاوه تكل على الله. شكون دو ماتش نحاوه؟ لا 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 المدرب هذا هو المدرب صاحب الفضل سعيد لأول أنا هذا رأيي نحتفظ به نفسي سمع لينا حواف دو ماتش صاحب الفضل في التتويج لكأس أفريقيا. هذه سيلي ديستيني دو لونترينور. المدرب يقدر يروح في ماتش يقدر يريح خمس سنين في كلوب. هذا هو المدرب سعيد جاي يخدم نشوف يعطيني برنامجه أنا نديره تحت ضغط. قال واش راح دير البرنامج وكذا الاتحاديه بصح بدينا نضربوا في البروسه. شوف الأول واحد يكون منطقي واحد يكون منطقي هو ما يفهم العربيه ما على باله بلي رانا واش نهضروا عليها. احنا رانا نزيدوا ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل بصح على الاقل نزل للانديه واش اسمه التدريبات تحدث مع المدربين. كاين ناس كانت هنا لسنوات
هنا في الجزائر ما تحدثوش مع مدربين. لا تحدث، لا تحدث مع المدربين. اللاعب المحلي انا هذيك ما فهمتهاش. انا اللاعب المحلي واش يدير، واش يدير مع اللاعب المحلي؟ عندي 6 شهور. ايوا قلت لك انا في الذهن نتاعي بالك راح نديروها المستقبل ان شاء الله، نديروا مدرب. أيوة. هذا بيتكوفيتش مرحبا به، مدرب نتاع الفريق الاول يدير المحل، يجيب لنا احسن لاعبين في اوروبا ولا في الجزائر، يجيب احسن لاعبين ياسين ان شاء الله. اون باراليل، اون باراليل واحد الوقت كانت عندنا اون غروند ايكيب تاع شكون يديروا في لا فيدراسيون، يجيبوا اللاعب يلعب لو فوندرودي، السبت يدخل ليكيب ناسيونال، يونطريني 3 ايام مع المنتخب الجزائري، مع المنتخب في الكومبلكس على فيدراسيون، لو ميركودي يرجع للنادي نتاعو. يسمى ساعي دوكا يدير، اسمح لي دوكا يديروا هيدا يا مغلطين. وي هذا ما كان، هيا انا احتاجوا يديروا كيما نسالوا بالتجربه. انا راني نتكلم لك بالتجربه. صحوا اليوم يقول لك انا اليوم كامل بيصدد ساعي عشت فيك والله روح لك، هذه برك انا كبير عليك. روح حسيت. اسمع يا عمر عشت انا وياك، اسمح لي، عشت مع كرمالي الله يرحمه، صح، عشت مع زوبا الله يرحمه، وخباط وعماره وليزونسيون اللي تعرفهم انت ثاني واسمه يعني كثير من البريزيدون فيدراسيون. يا اخي الناس تجي تدير مخطط وتشتغل، هذه التفاهات هذه الزايده. يا سعدي كنت معاهم برك انت، وكراك مع بيتكوفيتش اللي دوك على خير، او على بالك شنو يدير انت، كنت مع اسماعيل خباط الله يرحمه، كان على بالك شنو يصرى. بصح ياسين كان ياسين معلومي ما كانش على باله، ومن بعد ما انت ريزلتا فضل راشد. والله غير كلام منطقي، انا نضيف كلامي لكلام الشيخ. لماذا؟ لأن اليوم إذا كنت أنت ناخب وطني بعقلية محترفة، أيوة، تروح ماشي نقول لك تهبط النيفو، تروح تهبط النظرة تاعك لبطولة، بطولة بطولة هوات اليوم أنت تعطاش بطولة جزائرية، بطولة محترفة مع فريق وفريقين ربما يعني تجديد واللاعبين وحوايج في الأكاديمية. نعطيك اليوم يا هل ترى في المقابلة اللي نشوفه فيه في البطولة الجزائرية، يا هل ترى أعطيني كاش مقابلة الشعب يعني المناصر تاع أي إيكيب خرج راضي على الأداء؟ ما كانش. أنا تفرجت في البطولة الوطنية كاملة، يخرجوا لي دو كلاب مع بعضهم، منا ماهوش ساتيسفي ومنا ماهوش ساتيسفي. إذا اليوم نتايا النظرة تاعك الأولى، روح شوف اللاعبين تاعك اللي راهم محترفين اللي حابين نجيبهم، ومن بعد دي برنامج ثاني أنك تخمم في البطولة، لأن البطولة الوطنية لما ما تكونش فيها أكاديميات ما تقدر دير والو. أكاديمية راح تطلع يكون كيما نقولوا حنا تطلع تكون سليم، لأن اليوم لو ما تكونش كاين الأكاديمية كيف تقدر هذا اللاعب تقيمه؟ حنا رانا نشوفوا اللاعبين في المنتخب في الأندية، تروح تشوف الفيا تاعو تلقاها 13 14 15 تاع واحد صغير، روح شوف في الأندية وشيخوا على بالو بها تلقاها 21 تلقاها جوار بروفيسيونيل. كيف انت اليوم غدوة تخلط ما بين اللاعب اماتور ما بين بروفيسيونيل؟ ما تقدرش، ما تقدرش. كنا بلو فور على بروفيسيونيل ليكزومبل، ما خلانيش نبدو ماروك ميور ميليو تورنو ان فرانس، يلعب في بريست احسن لاعب وسط ميدان، ما يلعبش في ليكيب ناسيونال مع فرغاني، ما يلعبش، اونيتي بلو بروفيسيونيل كو لي اوروبيان. نولوا احنا في المستوى هذا ويجيني انا وتقول لي راح زار وراح دار وراح شاف وتكلم مع المدرب، يهمني انا دير لي برنامج انك ترفع مستوى الفريق، دير لي برنامج انك ترفع مستوى مستوى الكره الجزائريه، هذا اللي نحتاجه منك. ما تجيش دير لنا استطلاعيه، يعني هذه من خطوات البحثة، مرحلة استطلاعية، أنك تدير دير دير الاستطلاع من بعدها تدير الخطة. عندك يعني معلومات؟ عندي معلومات. يلا روحوا مباشرة، أنا حبيت نسمع العمر بودي في هذه النقطة، زيارة بيتكوفيتش الأندية كإعلامي متابع للشأن الرياضي، وش رأيك فيها؟ أنا نظن ما لازمش تبقى كبداية فقط، تكون فيها تتمة. مثلا أنا يتكلموا الفنيين أن حضور لقاء كرة القدم هو اللي تقدر تشوف فيه لاعبين وليس في التدريبات، هذه بين قوسين، وزار كل الأندية ممكن أهمية نقدروا نستخلصوها الحديث مع المدربين. ممكن لما نتكلموا نقولوا شويه وقت فات مع غوركيف مثلا، كان حاب يوصل واحد رساله يلعبوها لو ميم سيستم دو جو 4 4 2 ويكون كل الاصناف، ولكن على بالناش واش دار الحديث مع المدربين، بقات شفنا صور فقط. لو يكون فيه ممكن مستقبلا في نود صحفيه نطرحوا له سؤال ما هي الامور اللي تحدث فيها، لو يشرح لنا انا جبت برنامج هنا اوكي، ولكن لو تبقى فقط في زياره التدريبات هنا تبقى ناقصه. انا نظن ان هنا نقدروا بالك نتناقض مع نفسي، ولكن نظن انها احتاج العمل وعمل مديريه فنيه، ممكن هي اللي مسؤوله على تطوير هذه الامور. هو من سمعت مؤخرا يقدر يقوم بدوره اوكي، ممكن مفروض عليه يعمل طيل 3 اسابيع ما يقدرش يقعد سيدي موسى، لابد انه يشغل الوقت تاعه، في حديث على انه راح يقوم بدوره لاوروبا في الايام القليله القادمه. انا نظن فقط لما تكلمت على المحترفين حبيت نفتح واحد النقطه، تكلم الاستاذ على اللاعبين يكونوا جاهزين،
ما لازمش ننساو ايضا لاعبين اللي مثلا على سبيل الذكر بنيطو اللي راهو صح في كل في كل تصريح راهو يقول راني هنا نتكلموا على تقريبا 18 هدف وراهو متالق. اقول صعيب اقول له ياسين بنزيا اكيد السين تاعو ممكن نعم ياسين بنزيا واش دار لنا في الماتش اللي فات قول له صعيبه يا بنيطو. لا هو كمهاجم لما نشوفه بنجاح اللي ممكن ما تدخلوش في خيارات الفنيه ولكن يستاهل الفرصه تاعو خاصه صحيح. انه ولكن حتى خالد باش نختموا فقط مع نهايه الموسم الكروي بعد المنافسه الطويل والشاق مهم حتى اللاعبين بوتيت يكونوا كلكو بليسي كلكو كذا صافا ديفيسيل. شوف شوف دائما اللقاءات التي تلعب في نهايه الموسم وبدايه الموسم تكون صعبه وصعبه جدا ربي يكون معه وخلاص. هذا ما نتمناه. بما نتكلم عن البطوله الجزائريه وزياره الانديه نروحوا الى فقره البطوله اللي حنخصوا ايضا نتحدثوا على بعض مجريات ومخلفات الجوله 25 من عمر المحترف الاول في فقره وش رايكم. لا روحوا مش فقره وش رايكم روحوا فقره البطوله مع المولوديه الجزائر وايضا مخلفات الجوله 25. إذن مشاهدينا فاضل مولودية الجزائر تعود بنقطة ثمينة من خنشلة وشباب الوزداد يفتك الوصافة. مولودية الجزائر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق اللقب. لما نتكلم معك يا رشيد فيما يخص مولودية الجزائر سبق ولعبت مع الفريق المولودية. لما تكون المولودية مليح تكون الأمور لبس بها ولو أنه سعيد كنا ما يعجبوش الكلام هذا بزاف لكن تكون المولودية مليحة تكون الأمور ثابتة على مستوى كل الأندية الجزائرية. شامبيونات ولا عندها بعض. نستطيع أن نقول بأنه مولودية العاصمة تمر بأحسن أيامها لأنه اليوم لما تشوف يعني الملعب مكتظ عن آخره تشوف 80-90 ألف يعني متتبع لهذا المولودية. نستطيع أن نقول بأنه المدير العام أو المدير الرياضي استطاع أن يكسب ثقة الأنصار وعرف كيف يعني كيف هذيك النكسة اللي كانت دائما في نهاية الموسم مدير العاصمة أنهم يحتجوا على بطريقة غير مباشرة على التشكيلة. المولودية اليوم قال كلمته من بداية البطولة إلى اليوم ولا توجوا يعني بالبطولة نقول لهم برافو يعني تسحقوها تستاهلوها ولما لا إن شاء الله المولودية نشوفهم يعني يفرحنا في كأس إفريقيا إن شاء الله. إن شاء الله 57 نقطة لمولودية الجزائر سعيد كناوي. شوف المولوديه الوصفه للسيربي يكذب عليك يكذب عليك المولوديه السنه هذه اللي يقول لك ما يستاهلوش البطولة. احسن فريق في من كل الجوانب يعني كانوا الاحسن جمهورهم كان متواجد ساعد الفريق. المولوديه السنه هذه شفناهم بوجه اخر ولكن تبقى انه لما تكلمت على شباب الوزداد الوصفه ركاين نهائي راه جاي وراح تعرف يعني من هو الاحسن. فريق المولودية فريق المولودية فريق المولودية صح فريق قديم وعنده كذا والسنة هذه راه مليح ولكن ما تنساش باللي شباب بالوزداد وبالوزداد اسم كبير لا يقهر في مباراة واحدة. وانا نقول لك من هذا المنبر شباب الوزداد هم اللي راح يكونوا ان شاء الله يكون حفل كبير. ايوه حفل كبير يكون جمهور يعطونا شوف يعطوا نظرة ويعطوا فرجة للعالم. راح يكون الملعب في المدرجات بين شباب الوزداد ومولودية الجزائر هذه والله غير شوف ستان ديفي انا نقول الفرجه عبق واش تكون خالد يا سعيد كناوي ستان ديفي راح نديروه الجماهير راني نقول لك انت عايش في بلكور في حسيبه تخرج شويه دور في العاصمه تخرج شويه خارج العاصمه وتروح خارج الولايات العاصمه قول لي فوالا هاي في باريس في باريس لكن هكذا انت مولوديا لا مش مولوديا انا مولوديا نقول انا نتكلم لك على الفرحه مولوديا اسمح بي تخرج لي في الاخر احنا لا مش مولوديا هو عمر ياسما احنا العلامات ياسما ما شاء الله يعني احنا العلامات نخلوهم الاسبوع الاخر. انا اسمع في باريس تور كيفاش راهي الامور باريس طبعا راهي مولوديا لا خالد كل خضره وحمراء النقاش انا راني حاب نروح معاه في واحد الزاوية. بعد 4 سنوات الموسم الخامس لشباب الوزداد ستانيشاك سي ان بون هذا رايي الموسم ستانيشاك على الموسم على المباراة لا خلينا مباراة اللاعبين تاع شباب الوزداد لما يحبوا يجيبوا المباراة يجيبوا خلينا من نهائي الكاس خلينا ما نهدوش على نهائي الكاس حنا نحكوا الشامبيون دالجيري ستانيشاك ستانيشاك ابري 4 فوا دو فينال تاع لا كوب دافريك الجزائر منطقيين داو البطولة انا ليا ستانيشاك بون لا فينال واسمو تاع لا كوب سيت ان ماتش تنجم تربح ما تقوليش تلعب تفوز لا 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 هذا الشعار خلينا خالد الاول نهائي ما كانش من هذه تاع واسمو يربح ولا يلعب يربح ويربح
هنا نحكوا على بلوزداد. حنا نحكوا على بلوزداد. انا قلت لك هذا رئيس، هذا العام سي تاني شاك، هذا العام سي تاني شاك كو سو سوا بون. انا بال بلي ما يعجبوش الحال، ربما بعض الانصار ما يعجبهمش الحال، ولكن هذه الحقيقه. الحقيقه أيوة. لازم تقال. انا اربع سنوات وانا ندي واسمو لو تيت، هذه واسمو لا سينكيام اني انا راني دوزيام اليميناسيون واسمو لا كوب دافريك. ممكن يجي يعوض في النهائي كاس الجمهوريه، شكون ممكن يعوض في النهائي كاس الجمهوريه؟ المهم هذيك قادر ولا مش قادر؟ واش تعويض يا ودي؟ دوك نبدا نهضر على جاوبوا لا لا نبدا نهضر على كاس. ممكن جدا المولوديه تفوز، ممكن جدا شباب. لا لا مش ممكن، خلينا من الدبلوماسيه. هذا سوني كان ماتش، سوني كان هذا سوني كان ماتش دو فوتبول. أيوة. ولكن واسمو يعني لو نجو في 26 جوله مولوديه الجزائر تستاهل تستاهل واحسن من كل الانديه. وفي نهايه كاس الجمهوريه مولوديه الجزائر تستاهل ولا سيبي تستاهل؟ واش في نهايه كاس الجمهوريه شكون اللي يستاهل؟ أنا ليا مولودية الجزائر. ها قالها هاي هي. شوف خالد أنا مولودية الجزائر زكارة سعيد. آخر كلمة خالد نقول لك والله العظيم لو فون احنا رانا نحكي ونسمع. لا احنا بنوزع فقط، نتمنى يكون في مستوى فقط اللي نتمناه صراحة. صح والله صح. أنا سيت أن أبل، سيت أن أبل لكل جماهير. والله غير نتمنى إن شاء الله لا فينال هذه دو 8-8 تكون حفل بأتم معنى الكلمة. ونقطة أخرى، ونطلب من الجماهير نتاع المولودية ونتاع شباب بالوزداد صحيح اللي احنا جيران وإخوة يديرون. نشوف مهما كانت المباراة تحت، وأنا عارف باللي في الملعب ما راح يكون حتى شيء، وخاصة سعيد يديرون يديرون مفاجأة إن شاء الله، مفاجأة حلوة لكل الناس المتربصين هذو الأعداء يشوفوا إن فينال يتبهوا بالشعب الجزائري، يتبهوا خاصة سعيد بالمعلومة أنه هو أول نهائي بين الفريق بين بلوزداد ومولودية الجزائر، هذا الفريقين العريقين. طبعا باب المزاح فقط تقولوا مولودية او شباب، لكنه في النهايه خل هي الكلمه الافضل. خلي عمر بوشي خلي دقيقه العمر انا نقسم مع لاكازا دي سبور. لا نديروا ان دي في مع سعيد. أيوة. لازم نديروا ان دي في اللي هو نجو هنا، انا ندي المولودية ويدي بلوزداد. هاي سير هايدا. أيوة. يا خويا النادي اللي يخشى يحفف واسمه بولا زيرو. يلا ايا عمر. يلا عمر احنا ما نخشوش في وسط. لا لا ما نخشوش في وسط. هذا شباب وانت شعب شباب. هيا هذه خفيفه. وش خفيفه؟ هيا روح فيها 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 خلاص فيها فيها خالد خلاص فيها فيها. ياسين ياسين انا مع المخرج تاعنا سجل لي الحصه. التحدي اللي راح يكون ما بين محللي برنامج كره تورك سعيد كناوي وايضا ياسين معلومي الحفه في الاستوديو. الحفه في جيت الاستوديو في الاستوديو هنايا. خساره شباب الوزداد. سعيد سعيد كناوي بالآن بالصح بالآن 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 ولا يسلم علوي صح الأمد حكم الوالوي وعلى البكري فرط عن سنة موالف. خلاص متفقين عليها. يلا مباشرة روحوا إلى فقرة واش رأيكم، ابقوا معنا. لحنا فاصل دوكا بداو يخافوا الا ما فيهاش. هاي فيها هاي في المباشر. مشاهدينا الافاضل الفقره الاخيره اللي واش رايكم قبل ما تكلموا مع صاحب السلسله والمنتج للسلسله الوثائقيه ركازة ديسبور عمر بودي الذي قدم لنا عمل احترافي سيبقى مخلدا للتاريخ مع واحد من لاعبي المنتخب الوطني الذي عرف كيف يصنع اسمه بحرف من ذهب ويكون نموذج ليس للاعبي كره القدم فقط وانما لكل جزائري عرف كيف يسطر له المستقبل وكيف يرفع التحدي. خاصه العنوان هي جمال بن العمري قصة محارب ليس فقط على مستوى المنتخب الوطني وإنما على صعيد الكثير من المجالات. نستمع لبعض التصريحات ثم نعود لنتحدث مع ضيفي عمر بودي. جمال أنا ما أهدرش معك كأب، ما أهدر معك سيبورتر، دائما كنت نسيبورتي فيك أبوان سيبورتيك على حرارة قلب ماشي بخيل طيب في المعاملة مع الناس مدابية مدابية نتلحق في وقت ما في وقت ما إن شاء الله ربي يطول في عمرنا وخوتنا كاع نلحق وين نشوف أن التجربة تاعك في الرياضة هذه في الدومين هذا تمدها لواحد آخرين نشوفك par exemple شاف ما نقولش طونطيني مولودية لا سيربي ما نقبلش
تمريني من يكون دوجان مينيم كادري تعطيهم تزرع درة هذيك فيهم تزرع درة باسكو لا عندك أجر كي شغل المعلم وربي يحفظك ويسجيك ويهنيك إليهم الدين أن كرون كوكو جيب لي بنتك يا خويا جيب لي إيرينا يا خويا راني توحشت أنا نشوف غير في التصويرة تاعها آه. شيخ شيخ سيد أنا بور ما محارب سوفر بزاف سوفر في حياته بزاف كان عنده بزاف بزاف مشاكل صحيفة بزاف على جالنا ما يريك كان سيباري مع مامي أخلاناش دائما لي بريزون واش قدر مسكين عاوننا لحد اللحظة اللي بوزيتيف يتفهم دي فوا مطول ما نجيش ولا يفهم ماشي اللي ما يزعفش ما والو توجور بريزون توجور بوزيتيف ما يشكيش بزاف ما عاوني تاني بزاف كي كنت صغير مسكين كان نحيا من روحو يعطيهاني شفا دي فوا يكون رايح يخدم يروح هو ابي ويعطيني انا باش نجوز لا جورني باش نروح نقرا كنت صغير كيما قلت لك كان ما كانش عايش معنا في الدار مي دي فوا كون رايح 8 تاع الصباح للمسجد نلقاه تما مسكين يستنى باش يشوفني ولا يشوف اختي وجهدوا التحية بزاف قولوا إن شاء الله ربي يخليك لينا وإن شاء الله ما نكونش مقصرين معك هذا معك جمال وليدي العزيز نتمنى لك كاع النجاح نتمنى لك تزيد طبعا هذه بعض المقتطفات من تصريحات اللي كان في عمل لكازيديا سبون حيوك مرة أخرى هذا العمل يعني أول شيء كيف تم الاختيار على جمال بالعمري هل كنت عارفين تفاصيل قصته لأنه فيها الكثير من التفاصيل الشيقة والمشوقة بالضبط أخي خالد لكازيديا سبون في موسمها الرابع على قناة الشروق من إنتاج الأخوين عمر وزهير بودي هذه تملميزة ممكن أخوين حاجة جديدة أيضا نبدأ بها أنا نظن أن اختيار جمال بالعمري احنا كل سنه نخيروا شخصيتين تقريبا كنا درنا اسلام سليماني هلال العربي سوداني مهدي سربح الله يرحمه من الوثائق اللي بقاو راسخين في ذهننا كنا بدينا التصوير معه هو حي وتوفى في اثناء التصوير وايضا كان هذه السنه درنا بن شيخه جاء جمال بالعمري جمال بالعمري تقريبا كنا حنديروه جوست مور سليماني ولكن هذاك الوقت لاسباب كان خارج الوطن كان في ليو هذاك الوقت ما درناش جمال بالعمري وبقى دائما نستناو لو تايمينغ باسكو كنا درنا بحث على بالنا بالقصه تاعو تليق تكون في المتائقي لان الممكن دائما نديروا معايير قبل ما نخيروا اي دوكيومونتير خاصه في هذه الشخصيات لابد تكون قدوه يكون الناس ياخذوه بالجانب الايجابي وهذه المعايير كلها متوفره في جمال بالعمري تقريبا حتى نوضح واحد النقطه ايضا كاين بزاف قالوا لنا باللي لما شاهدتم مولدية الجزائر تتوج بطولة راح تجمل بالعمري لا والعمل بدأ في أوت تخيل أول اتصال رسمي حتى نبدأ العمل كان في أوت وين كانوا مولدية الجزائر في تربص في فرنسا تواصلنا مع جمال بالعمري قلنا له أوكي راح نبدأ التصوير أبدينا التصوير كان من المفترض يبث يوم 25 ديسمبر هو تاريخ ميلاده لكن لظروف كان ما تستدعاش في المنتخب الوطني وحنا لو تايمينغ سبنا بلي ماشي وقتها ممكن تكون تصريحات ممكن أمور اللي راح ما تكونش في وقتها خلينا حتى تهدأ الأمور وبدينا في التصوير تاعو الحمد لله طفل صغير هذاك خالد هذاك خالد وكنا درنا كاستينغ هذه أيضا كنا درنا كاستينغ هذا خالد من شراقان نوجه له تحية كنا شفنا واحد يشبه الجمال بالعمري وطاح يشبه له يعني كومبارازا وصراحة خالد لعب الدور وحتى جمال هذه أيضا أعجبته نفتح قوسين مولدية الجزائر صراحة من هذا المنبر حبيت نوجه لهم تحية لأنهم
ils ont joué le jeu. يعني c'était pas facile. Confiance, تدخل داخل الفريق ويخليوا لك. يعني صراحة بالمناسبة الخلية الإعلامية يعني محمد بوروبي. محمد بوروبي الحيوه صح. حيوه محمد. وعبد الباري يعني بزبوز المصور أيضا عاوننا وخاصة رئيس الفريق أيضا الحجر جم. والمدرب باتريس بومال أمير بومال لأنهم أعطونا الفرصة. تخيل هذه نقطة ما شفناهاش ممكن راح تظهر في الأيام القادمة. شاهدوا كل اللاعبين الدوكيومونتير كيف في فندق في خنشلة قبل اللقاء. كنا بعثنا لهم الدوكيومونتير بيان افون باش ما يسهروش الليل يعني قبل اللقاء. شاهدوا كل الدوكيومونتير ولحقت الرسالة لما شاهدوا الآن لو روتور لو فيدباك عند المشاهدين. هذا هو الهدف تاعنا. هي كانت المليونية في الكثير من المقاطع كيف كانت ردة فعل جمال بالعمري بعد هذا العمل؟ جمال بلعبري مسكين كيما شفتوه يبكي حتى في الدوكيومونتير كي شافوه مازالو يبكي. يعني كنا باسكو قلت لك كانت كومبيتيتيف. نقولوا شويه بابا مشوار مسكين عبد الله ما قلتوش داير حسين راح يبكي بالدرجه هذه. لا لا نحن درناها له بالعاني بين قوسين. انا نضحكوا كي طولنا باش خدمنا الدوكيومونتير قلت له جمال انا زهير راح نديروك في لاسيب لازم راسك براح. وايضا هنا نوضح ثاني تكلمنا على كومبيتيتي. كان واحد من العائله باسكو لازم يكون واحد يعاوننا. كان محمد حميتشي هذا صديق مقرب كان هو يعني يوصل ليزانفورماسيون لي فوتو كلش. والوالدين صراحه عمي مراد انا بالنسبه لي كنا نستناو جمال بن العمري خرج عمي مراد هو النجم الوثائقي. الناس حبوه بطريقه تاعو بلا فاصون اللي كان يهضر بها. حتى الوالده تاعو غاليه لي صراحه كان عندها دور كبير في نجاحه. انا نظن لي زانغريديون اللي يحبهم المشاهد الجزائري كانوا واجدين في الدوكيومونتير. كانوا واجدين. نقطه مهمه اللي كان تصريح اللي الوقت ماشي ساعدنا كثير حتى نستمع للتصريح لكن اكيد المشاهد كان شافه وسمعوا تصريح الدين دوخه اللي قال انه طريقه استدعاء جمال بالعمري هناك من اخذها بجانب ايجابي هناك من اخذها بجانب سلبي. لكن انا حبيت نعرف تفاصيلها خاصه في الكواليس كيف كانت هذه القضيه حتى توضح لنا الصوره بالضبط. هو تصريح الدين دوخه كان تصريح عادي. يعني انا شخصيا ممكن لما وضعوا قسم الملتي ميديا الشروق نحيهم بالمناسبه وضعوا المقاطع ما كنتش ننتظر المقطع تاع دوخه هو الاول اللي فات المليونيه. وتكلم على ان مد فيديوهات في اليوتيوب اللي جاب الماضي وين سقساه قال له اذا تعرف لاعبين في السعوديه ما شفتهاش بالجانب السلبي خاصه ان دوخه وضح لنا النقطه. كان حتى دير منشور في موقع التواصل الاجتماعي وضح عدد من النقاط. جمال بالماضي في اوت 2018 كان هذاك وين تقلد مناصب يعني كل شادو بعض الصور مع زملائنا كان هذاك وين نخدا يعني وطلب من دوخه في اول تربص قال له هل تعرف لاعبين. لما قال له جمال بن عمري ما قالوش ما نعرفوش قال له اللي كان شبيبه قبائل كنت نتابعه ونعرفه مليح. ومباشره في التربص اللي موراه يعني كان عنده وقت انه شاهده اكيد في مع الشباب السعودي. وهذاك الوقت يعني جمال بن عمري كان ثلاث مواسم على التوالي كان احسن مدافع في الدوري. نظن ان وش قام به عز الدين دوخه ممكن يقوموا به عده لاعبين فقط ما يصرحوش به. هذا الامر اللي كان مختلف مع عز الدين دوخه. وفيما يخص العمل هذا اللي دم كم المده تاعو حتى هو كان من جزئين. هو كان من في التصوير تقصد تصوير قلت لك بدينا في شهر اوت يعني تقريبا رانا في لي نف مو وبي موادك. الكواليس اللي كانت في هذا العمل مقارنه باعمال اخرى لربما تشد بالك وممكن مهمه لم يتم عرضها للمشاهد الكريم وحاب يتعرف عليها. الكواليس كاين كواليس ما نقدرش نقولهم كاين كواليس نقدر نقولهم. لا تقدر تقولهم ما احنا احنا معلش لا الكواليس هي هي الحاجه اللي مليحه ان ليموسيون اللي كانت عند الوالدين يعني ما قدرناش نجوزوا كلش. ممكن هكذاك وشفناهم متاثرين خاصه الوالده يعني احترمنا شعورها. اكتشفنا علاقتها الوطيده بجمال بالعمري صراحه. حتى ابناء حيو لما نزلنا في الحي يعني شفناه قريب بزاف من ابناء الحي. مجرح بالضبط مجرح وبقى ما نساش شكون هو جمال دائما قريب. جمال طول علينا شويه ولكن تفهمناه لانه كان هذه ايضا نقطه مهمه. كان ينتظر ممكن يكون في المنتخب الوطني وهذه ما قدرناش نديروا الفيلم وهو يولي المنتخب الوطني. يعني هذا الامور اللي خديناها بعين الاعتبار من بين الامور اللي ما ذكرناهاش في الوثائقي. ولكن ايضا جمال دار فينا ثقه لانه باش تدخل في العائله تاعو ولو ميم كا اللي كان مع اسلام سليماني. هذه ايضا نقطه نوضحوها. لما تدخل عائلة جزائرية ما يش حاجة سهلة خاصة فيه الوالد والوالدة يديروا فيك ثقة لأن أي كلام ممكن يغلطوا فيه لازم أنت تكون يعني في وضع ثقة ليحترموك ويحترمك أيضا المشاهد. الأعمال ممكن راح تكون في هذا المستوى في المستقبل ممكن تعطينا بعض الأخبار كواليس أكيد أكيد سكوبات. لا سكوبات مازال ما قلناهمش راح نذكرهم خاصة احنا أنا وزهير كنا مع الفريق التقني أيضا بعد غياب رمضان لان في رمضان تتوقف السلسله. حبينا لو روتور يكون قوي لهذا ولينا بجمال بن عمري ولكن فيه دو دوكيومونتير. احنا متعودين اننا ننجزوا مره في الشهر ولكن بعد ما شفنا النجاح وحتى المسؤولين في الشروق نحييهم بمناسبه بوتينا وسلسابي اللي دائما واقفين معنا حبينا يكونوا دو دوكيومونتير بار مو راح نطلعوا كما يقولوا لا كادونس
راح يكون التعليق الرياضي في الجزائر ان شاء الله الوثائقي القادم وثائقي باسيونو باسكو اكتشفنا مهنه المعلق ويشاركوا فيه معلقين اللي عندنا بزاف ما شفناهمش مثلا شكون ما يتذكرش هدف بطروني مع عبد الرزاق زواوي عبد الرزاق زواوي اللي عنده تقريبا 87 سنه راح يكون حاضر يعني حصريا طلبوه عدد بلاطوات ورفض ودار فينا الثقه راح يكون حاضر راح يكونوا معلقين شباب معلقين في مختلف الرياضات ياسين برويله بشيري محرز هي معمر جبور يعني تقريبا في رياضات معلقين. مختلفه وليس في كره قدم بالضبط وحتى فيما يخص ايضا مجالات اذاعه وتلفزيون ايضا ايضا راح يكون اذاعه ثالثه معمر جبور ومصطفى بويفر القناه الاولى والوثائقي اللي ننتظروا انه ممكن يكون بين قوسين وثائقي السنه البعض تكلم على بالعمري انا نظن بلي وثائقي اللي راح يكون نهايه شهر مي ان شاء الله ننتظر راح يكون عنده صدى كبير اللي هو المكفوف وكره القدم رفقنا مكفوفين في الملاعب الجزائرية كيفاه يعيشوا كرة القدم صراحة إذا شفنا في العمل كان يبكي نظن المشاهدين هما اللي لازم يبكوا في هذا الدوكيومنتير حيوك على هذا العمل بارك الله سعد كنا ممكن تعطينا نقطة فيما يخص هذه لأن شفناك تأثرت وانت تسمع بعض التصريحات والله تأثرت يعني بشكل شوف هذه من التجربة اللاعب اللي يكون واحد كما بالعمري جد في قد ما هو قبيح من قوسين في الملعب قد ما هو يعني كل مركز وعنيف وكذا ويلعب إرادة وقوة كبيرة قد ما هو يعني طيب بالقلب شوف الدموع اللي كانوا يسيلوا يعني يبين لك جمال بالعمري إنسان لعب متربي لعب خلوق لعب يعني اللي عكس ما نشوفوه داخل الملعب ممكن عنده شوية ولكن الرسالة الكبيرة اللي تأثرت بها وكل مره نفكر فيها ونعطيها لكل واحد عنده 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 ابن وكل ولد وكل ابن في الجزائر هو ان الاب عمي مراد كيفاش كان يتكلم زيد دخلت في مخي مليح انه الانسان الوحيد في هذا العالم الوالد هو الوحيد اللي لا اللي يحب ان ابنه يكون احسن منه صحيح سلو السول كل واحد ينافس فيك الا الاب الاب يحب يشوف وليده صح. احسن منه ان شاء الله يكون الاب نتاعو في القمه حب يشوف وليده في وهذا اللي كان رباه احسن تربيه اعطى له واش لازم يعطي له واليوم جمال بالعمري رانا نشوفوه حس يعني انسان يعني باتم معنى الكلمه وبكل مقاييس يعطيك صحه سعيد كناوي يعطيك صحه رشيد بن طالب الوقت البرنامج ما يقل انتهى يعطيك صحه شكرا جزيلا لك تجد لنا الموعد ان شاء الله ان شاء الله الاخوه سعيد كناوي شكرا جزيلا لك مره اخرى ياسين معلومه يعطيك صحه شكرا جزيلا فقط انه جمال بن عمري الكره الجزائريه ظلماته خالد ظلماته لانه يعني هو تالق ربما في 2019 ولا شويه من قبل ولكن لما كان في شبيبه القبائل والنصريه كان يحتاج المكان تاعو في المنتخب الوطني شكرا جزيلا خالد. شكرا جزيلا يعطيك الصحه خالد ان شاء الله تكون الزياره الاخيره ان شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحه يعطيك الصحه وما ننساش فقط لان لما نشوفوا عمر وزهير كاين فريق تقني كاين نبيل مهول نبيل القرفي سونيا بربارا هذوما اللي دائما يكونوا احنا رانا في لافاسات فقط نحييهم جميعا فريق لاكازا دي سبور مشاهدينا الفاضل نقول لكم يعطيكم الصحه على كرم المتابعه نحيي بالمناسبه ايضا فريق واد شرفه فريق قدماء اللاعبين الذي يتالق ويستقبل الكثير من الأندية الجزائرية في مدينة واد الشرفة السياحية بسدها الكبير أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة ألتقي بكم في موعد رياضي لحكم السلام عليكم